كويس. دكتور غنام خلص طبعا معاكم ثلاث شهور صح؟ انا عبد السلام محمد قاسم مدرس كليه قسم صيدلانيه، هديكم ان شاء الله اثنين شهور، هديكم ريولوجي وهديكم باذن الله ست ست سنين خلاص؟ اثنين شهور مهمين جدا يا شباب، ريولوجي وست سنين خلاص؟ دكتور وين يا ريولوجي؟ لسه ايه هو الريولوجي يا شباب؟ تعريف الريولوجي اول حاجه عشان تبقى فاهم الدنيا فيها ايه، الريولوجي ده مصطلح جريك خلاص؟ ده حاجه ايه لاتيني او يوناني يعني مقسومه لقسمين اثنين، حاجه اسمها ريو حاجه اسمها اولوجي. طبعا خدت اولوجي في المصطلحات، اولوجي معناها ايه؟ معناها ساينس تمام، وريو ده حاجه اسمها الفلو، يبقى ساينس اوف ايه؟ ساينس اوف فلو، علم التدفق او علم الايه؟ الانسيابيه يا شباب، يبقى ساينس اوف فلو خلاص. ده اختصار كلمة ريولوجي، ده ساينس اوف ايه يا شباب؟ ساينس اوف فلو خلاص. عندك اسمين اهو يا شباب، ريو اللي هي تو فلو، اولوجيس او اولوجي اللي هي ايه؟ ساينس. يبقى تعريف اللي هو ساينس ايه يا شباب؟ ساينس ويتش ديسكرايبنج فلو فلويد اند ديفورميشن اوف سوليد. يبقى بس العلم ده يا شباب ما بيوصفش عندي الفلويبيليتي او الفلو بتاعت الليكويد، انما كمان بيصف الديفورميشن اوف سوليد. الديفورميشن معناه ايه؟ اللي هو التغير في شكل اللي هي يا شباب؟ شكل السوليد اللي موجود عندك. شباب بلاش تصوير، ما تشغلش بالك بالكلام ده، انا في النهايه ممكن اديك الداتا في الاخر مع التسجيلات هتبقى الدنيا تمام يعني، تمام بس باللي انا بقوله خلاص. يبقى العلم ده بيهتم بيه يا شباب، السيت اوف مطر عندك كام حاله؟ اللي هم ايه وايه وايه؟ تمام. انا بالنسبه لي يا شباب عندي فارماسيوتيكال بريبريشن عندي ايه؟ ثلاث حالات مهمه جدا اللي هي الليكويد والسوليد وحاجه اسمها السيمي سوليد. الفارماسيوتيكال بريبريشن عموما اللي يهمنا انا في معظم الحالات يعني الايه؟ الليكويد والسوليد والسيمي ايه؟ السيمي سوليد. السيمي سوليد زي ايه يا شباب؟ الكريم والانتمنت والجل، كل ده يعتبر ايه؟ كل ده يعتبر سيمي سوليد بريبريشن او سيمي سوليد فارماسيوتيكال ايه؟ برودكت خلاص؟ علم الريولوجي بيهتم يا شباب بكل الحاجات دي، بس طبعا الاكثر الفلويبيلتي والحاجات دي بنهتم بالحاجات اللي هي السيمي سوليد والليكويد خلاص. الديفورميشن اوف سوليد بيبقى اقل شويه في الدراسه او ما نهتمش بيها قوي. مقارنه يا شباب او مع العلم الساينس والفلويبيلتي ده هنهتم قوي بحاجه اسمها الفيسكوستي. طبعا الفيسكوستي عارفين ان هي الايه؟ اللزوجه خلاص. ممكن تعريف اللزوجه ان هي يا شباب؟ اللي هي ريزيستنت اوف فلو خلاص. انت عندك سائل زي الميه وعندك سائل زي مثلا الهاني او العسل او اي سائل الفيسكوستي بتاعته تبقى عاليه شويه، الميه بسهوله يحصل لها فلويبيليتي على طول، انما الايه؟ العسل او الحاجات دي بتبقى ايه؟ لزجه جدا، بتحتاج فورس كبيره جدا عشان يحصل لها ايه يا شباب؟ عشان يحصل لها فلو. يبقى كل ما يحصل ريزيستنس الفلو معنى كده ان الفيسكوستي بتاعتي ايه؟ اعلى. يعني كل ما الريزيستنت او المقاومه بتاعتي للفلو تبقى اعلى، كل ما تبقى الفيسكوستي بتاعتي ايه؟ اعلى. لحد دلوقتي واضح؟ تمام. يبقى ذا هاير ذا فيسكوستي ذا جريتر ذا ايه؟ ذا ريزيستنت او فايس فيرسا. يعني ريزيستنت لو عاليه برضه الفيسكوستي تبقى ايه؟ تبقى اعلى، لو اقل تبقى برضه ايه؟ الفيسكوستي اقل. خلاص؟ انا قلت لك عندي اللي هو التعريف بتاعك يبقى ناقص لو قلت ان هو ساينس بيوصف عندي الايه؟ الفلوبيليتي اوف ليكويد بس، لازم تقول كمان ديفورميشن اوف ايه؟ سوليد. ديفورميشن اوف سوليد. ديفورميشن اوف ايه؟ سوليد. طيب انواع الديفورميشن شباب عندي نوعين اثنين من الديفورميشن، حاجه اسمها الاستيك ديفورميشن وحاجه اسمها ايه؟ الاستيك وبلاستيك ديفورميشن. الاستيك ديفورميشن وحاجه اسمها بلاستيك ايه؟ ديفورميشن. ايه الفرق بين الاثنين يا شباب؟ الاستيك جاي من اسمها اللي هي حاجه مرنه زي المطاط كده او الرابط خلاص. كل ما شد عليها او ابذل مجهود عليها او ابذل شغل عليها تبدا يتغير، يحصل لها ديفورميشن فين؟ في الشكل بتاعها. ولكن بمجرد ما الشغل بتاعي يروح ترجع لايه؟ لشكلها الطبيعي، مجرد ما انا اشيل ايدي من على الحاجه ترجع لشكلها الايه؟ الطبيعي. يبقى الشغل بتاعي يا شباب
الشغل اللي انا بذلته الورك سبين فور دي فورميشن از ريكفر، بيحصل له ريكفر على طول بمجرد ما الجسم يرجع لحالته الايه؟ حالته الطبيعيه. هل هي كده تبقى ريفرسبل ولا ريفرسبل؟ ها؟ ريفرسبل يا شباب، مش بترجع الجسم بيرجع لحالته الطبيعيه الاول تاني ولا ما بيرجعش؟ يبقى دي بقى دي على طول حاجه ايه اسمها سبونتينوس اند ريفرسبل. سبونتينوس ليه؟ لان كل ما ابذل مجهود عليها تاني او اعمل عليها فورس تاني يبدا برضه يتغير ايه؟ شكلها تاني وهكذا. مجرد ما تنتهي الشغل عليها ترجع لحالتها اللي هي يا شباب الطبيعيه، ده بيسميه الاستيك ديفورميشن، طبعا زي الايه؟ زي الرابر. بيبقى الجسم بتاعي طبعا ريزيستنت تو تشينج، يعني بيتغير في شكله مؤقتا بس بعد كده بيرجع لشكله الطبيعي ايه؟ لشكله الطبيعي تاني. طب البلاستيك ديفورميشن بقى عكسه تماما. البلاستيك ديفورميشن عكسه ايه؟ تماما. انت دلوقتي لو جيت عندك لوح ازاز مثلا وجيت قصرت عليه بقوه معينه هيحصل له ايه؟ الكسر ده اسمه ديفورميشن، خلاص اتغير شكله. هل يرجع تاني ولا مش هيرجع تاني؟ يبقى اذا التغير او الديفورميشن في الشيب عندي هنا بقى حاجه ايه؟ ريفرسبل، بقت حاجه عندي ايه؟ ريفرسبل، ما بترجعش ايه؟ ما بترجعش تاني، وبتبقى حاجه طبعا ايه؟ بيرمنت دايما خلاص. ده الفرق يا شباب ما بين ايه؟ ما بين ما بين البلاستيك والبلاستيك ديفورميشن. خلاص في حاجه مش واضحه؟ بسرعه شويه يا شباب، بعد كده ان شاء الله الباب هيتقفل الساعه 9 و10 بالظبط. يعني هسيب لكم 10 دقايق سماح برضه الناس اللي جايه من السفر او بتاع، مع ان السفر دلوقتي الوقت اللي فات جدا بدري، انت ممكن تيجي هنا الساعه 8. طيب اهميه الريولوجي يا شباب، بندرس علم الريولوجي ليه؟ كشابترز من الفارماسيوتكس بندرسه ليه؟ ايه اهميه الريولوجي ده في انا كصيدلي اهتم بيه في ايه؟ او هيفيدني انا بايه في الدراسه بتاعتي يعني؟ او بعد ما اتخرج هيفيدني انا في ايه؟ انا زي ما قلت لك يا شباب ان كل او معظم الفارماسيوتيكال بريبريشن زي الاونتمنت والامالشن والجيل والحاجات دي ده بيهتموا بيها جدا اثناء التصنيع بالستادي اوف فلو بتاعتها. الستادي اوف ايه؟ الستادي اوف فلو. تخيل انت مثلا لو جيت صنعت توس بيست تمام، بقى فيرم جدا او بقى ماسك جدا او قوي جدا، القوه بتاعته قويه جدا، هتيجي انت تضغط عليه هيبدا يحصل في الوبيلت او يطلع ولا مش هيطلع معاك؟ هيبقى صعب جدا، فلازم تعمله بانسيابيه معينه بحيث ان مع فرص معينه يبدا يطلع عندك الايه؟ بس وفي نفس الوقت ما ينفعش يبقى فلوبيليتي قوي ويبقى ليكويد قوي بحيث ان هو ايه يطلع من غير برضه ما اضغط عليه، هيحصل ليكج من الايه؟ من البوتل بتاعتي او الانبوبه بتاعتي. اذا لازم ان انا اظبط القوام بتاعي او الفيسكوستي بتاعتي، ولازم اظبط الفلوبيليتي بتاعتي الايه؟ الفارماسيوتيكال دوزج فور. كمان الريولوجي يا شباب مش بس بالعلم مختص بس بعلم الصيدله، لكن في علم الطب عموما كمان البلاد ذات نفسه له لزوجه معينه، ولو اتغيرت يبقى ايه؟ دلاله على مرض معين. الساينوفير فلويد او الفلويد اللي موجوده ما بين العظام او نفسها او الجونز او الحاجات دي يبقى لها لزوجه معينه، ولا اتغيرت تدي مؤشر على حاجه معينه. اذا علم الجيولوجي بيخش في ايه يا شباب؟ في حاجات فيسيولوجيكال وحاجات كمان ايه؟ فارماسيوتيكال ايه؟ فارماسيوتيكال برو. انت عندك مثلا في تصنيع التابلت يا شباب، عندك تصنيع التابلت طبعا بقى التابلت موجود في هوبر كده، حاجه زي بيسموه الادوس او الهوبر، يبدا يحصل فلوبيليتي بكونستنت ريت، يعني بينزل كميه معينه والكميه معينه دي تنزل ايه؟ تنزل تنجبس. تخيل الباودر بتاعك ده لو ما بيحصلوش فلوبيليتي ثابته هيبدا ينزل شويه كميه كتار وشويه كميه ايه؟ قليلين، يحصل عندي فاريشن في الويت وفاريشن كمان في الاكتف كونستنت الموجوده بتاعت الايه؟ بتاعت الماده الفعاله. وبالتالي لازم يكون عندي الباودر بتاعي له فلوبيليتي ايه؟ فلوبيليتي معينه بظبطها بحيث ان الدنيا يكون القرص بتاعي له وزن ثابت وله كمان ايه؟ وله وزن وله كمان الماده الفعاله بتاعتي تكون موجوده بايه؟ بنسبه معينه تكون ثابته. اي نعم بيبقى فيه في افريج او بيبقى ممكن تختلف من قرص للتاني، ولكن بيبقى فيه افريج بنسبه معقوله، بيبقى ليميتد يعني، بيبقى اكسبتد. لو طلع براي يبقى التابلت بتاعت القرص بتاعتي دي ايه؟ ريجكتد او ان اكسبتد. خلاص؟ كل ده بيعتمد على ايه يا شباب؟ على الريولوجي بتاعي. طيب قلت لك زي ما انا بقول لك الفارماسيوتيكال برودكت زي الاونتمنت او التوث بيست او الحاجات دي كل اللي بيظبطها عند الايه؟ الريولوجي. ده بيأثر عليها يا شباب. تخيل انت زي ما قلت لك عملت توث بيست مثلا كان يعتبر الميه خالص، هل ده هيأثر على الكومبلينس بتاعت الكاستمر بتاعك ولا لا؟ الكومبلينس اللي هو القابليه بتاعته او ان هو يعني ايه هيقدر ان هو متقبل الدوسج فورم دي ولا لا؟ لو لقاها بالشكل ده هيجيبها تاني ولا لا؟ خلاص يبقى اذا اول حاجه ان هو بيأثر على الكومبلينس كام بتاع الكاستمر او بتاع العميل اللي بياخد الفارماسيوتيكال ايه؟ تاني حاجه عندي بيأثر على البويفيلابيلتي، لو مثلا راس او حاجه بتوصل للدم
وبيأثر على الفيزيكال ستابيليتي، ثبات المادة الفعالة نفسها وثبات الدوسج فورم ذات نفسه برضه بيأثر ايه؟ بيأثر عليه. تخيل انت خدت دوسج فورم مثلا وكان عندك لما تحلل عندك في المعدة أو وسط الأمعاء كانت اللزوجة بتاعته عالية جدا، يبقى الكمية اللي هتوصل الدم هتوصل بسهولة ولا هتوصل بصعوبة؟ هتوصل بعد مدة ايه؟ طويلة جدا، بالتالي الكمية اللي هتوصل الدم عندك هتكون ايه؟ هتكون قليلة، ممكن مع الوقت نعم تمتص كلها ولكن هتديني لحاجة اسمها لونج اكتنج، يبقى هي اذا بتأثر برضه فين؟ في كمية الدراج اللي هتوصل البلاد عندي أو البايرفيلابيلتي بتاعت الايه؟ بتاعت الدراج. خلاص ده كان هنت بسيط عن الأهمية بتاعت علم الريولوجي وليه بندرسه في كشابتر زميل في الفارماسيوتكس يعني. هنبدا يا شباب على طول على نيوتن لو او نيوتنيان لو اللي هو اول واحد درس علم الفيزيولوجي كان ايساك نيوتن اللي هو ايه العالم المشهور يعني. هو افترض نظريه يا شباب، افترض ايه؟ افترض نظريه قال لك ازاي بيحصل فلو للليكويد او للسوليوشن الموجوده عندنا. قال لك انا هعتبر ان الليكويد ده عباره عن ليرز عامله زي طبقات الكوتشينه، زي ورق الكوتشينه كده، عباره عن ايه؟ ليرز زي ورق الايه كوتشين. كل ورقه من دول طبعا لها سيرفيس اريا صح، كل ورقه ولها سيرفيس اريا معينه. لو جيت انا ضغطت بقوه معينه او اثرت على الكوتشينه دي او ورق الكوتشينه ده بايه بقوه ايه يا شباب؟ بفورس معينه، هتلاقي الفورس اللي عندك اللي هي الاف دي خلاص، على الفورس اثرت على ايه سيرفيس اريا معينه اللي هي الايه، هيبدا يحصل ايه يا شباب؟ الكوتشينه عندي مثلا مخصوصه كده هيبدا يحصل ايه لما تاثر عليها بفورس؟ جيت انت زقيتها دي الفورس بتاعتك هتقع. طيب ايوه ايه اللي هيقع بسرعه اكبر؟ من فوق تمام، وكل ما ده السرعه بتاعتك تبدا تقل لحد ما توصل تحت الايه؟ الكارد اللي تحت خالص تعتبر ستيشنري ايه يا شباب؟ تعتبر ستيشنري كارد، تعتبر ستيشنري لير يعني تعتبر ثابته مش هتتاثر قوي بالايه؟ بالمسافه. اذا يحصل الفلو عندي يبدا يحصل من فوق وانت نازل السرعه تقل تدريجيا لحد ما توصل للستيشنري لير اللي موجود ايه؟ اللي موجود عندي. فبعتبر يا شباب حاجه اسمها الفورس باليونت اريا دي القوه اللي انا طبقتها على مساحه معينه بسميها حاجه اسمها الشير ستريس. الشير ايه؟ الشير ستريس. يبقى الاف عندي اللي هي الفورس باليونت اريا دي بسميها ايه يا شباب؟ بسميها الشير ستريس. الشير ايه؟ ستريس اللي هو المسؤول ان بدا يحصل عندي فلو. طيب السرعه لما اتحرك عندي الكارد دي بدات ايه؟ بدات تتحرك بايه؟ بسرعه تتناسب مع الستيشنري لير اللي هي كل اللي فوق يبقى اسرع، اللي تحت اقل وهكذا لحد ما توصل لتحت يعتبر السرعه بتاعته زيرو. خلاص؟ لما اجي اقسم التغير في السرعه ده اللي هو الدلتا في على المسافه ما بين كل اثنين لير اللي هي الدلتا ار بيدينا حاجه اسمها الشير ريت اللي هي او الفيلوستي جريدينت اللي هي معدل السرعه بتاعت تحرك الطبقات بتاعت اللي هي يا شباب بتاعت الليفل. يبقى انا عندي في قوه معينه اثرت على مساحه معينه دي الشير ستريس، بدا يحصل عندي فيلوسيتي او الفيلوسيتي او تحرك لليرز دي اللي بيفصلها مسافه معينه اللي هي الدلتا ايه؟ الدلتا ار. لو جيت اقسم انا عندي الدلتا في على الدلتا ار اللي هي معدل السرعه بتاعت تحرك الليرز دي بتدينا حاجه اسمها الشير ريت. الشير ريت، الشير بس اللي هو الموفمنت بتاع الايه؟ بتاع السائل او بتاع طبقات اللير طبقا للثيوري دي يعني. خلاص؟ طب ايه اللي خلاها تتحرك اللي هو الشير ايه؟ ها؟ ايه اللي خلى طبقات السيل تتحرك ليه الشير ايه يا شباب؟ الشير ستريس. انت لو عندك مثلا بوتلز من ميه او ازازه ميه كده الفرصه عندي اللي تبدا تخليها تسويت انت ايه؟ تبدا تحركها وتقلبها خلاص؟ ديت الشير ايه؟ دي الشير ايه يا شباب؟ دي الشير ستريس. طيب بدا يحصل ايه في السيل بتاعك؟ بدا يحصل له فلوبيلتي بسرعه ايه؟ معينه تتناسب مع القوه اللي انت ايه يا شباب؟ اللي انت اثرتها على الليكو بتاعك اللي هي الشير ستريس، وبالتالي هيبدا اسحاق نيوتن يقول ايه يا شباب؟ يقول ان انا عندي كل ما زود الشير ستريس ده كل ما ايه؟ يزيد فين؟ كل ما زود القوه على السيل بتاعه كل ما يحصل ايه؟ كل ما يحصل السرعه بتاعته تزيد صح؟ يبقى كل ما الشير ايه؟ كل ما الشير بتاعي ايه؟ يزيد، يبقى كل ما الشير ستريس عندي او القوه اللي باثرها بقوه اكبر كل ما الشير ريت او الحركه بتاعت السيل عندي كمان تكون ايه؟ تزيد. طيب اذا الاف عندي اللي هي الشير ستريس بتتناسب طرديا مع ايه يا شباب؟ مع الجي اللي هي الشير ايه؟ اللي هي الشير دي. حد هنا مفهوم ولا مش مفهوم؟ انت اثرت القوه على سائل هيحصل له ايه؟
اللي يتحرك بسرعه معينه. خلاص القوه دي لما نقسمها انا قسمت القوه مطلقه كده ولا بقوه، ولا بقوه على مساحه معينه؟ القوه على المساحه المعينه دي اسمها شير ستريس، اللي انا اثرت بيها على الايه؟ على الماده بتاعتي. خلاص بدا يحصل له ايه؟ بدا يحصل تحرك بسرعه معينه لطبقات السائل. خلاص مقارنه كل لير مقارنه بالايه؟ باللير اللي تحتها، مش كله بنفس السرعه، عشان كده بقسم على الدلتا ار. خلاص يبقى الدلتا دي على الدلتا ار اللي هي اسمها الشير ريت. اذا في علاقه طرديه بين الشير ستريس وبين الشير ايه؟ وبين الشير ريت. خلاص يبقى الاف دايركتلي بروبيشنال تو ايه؟ الشير ايه؟ ريت اللي هي جي. يبقى الاف تتناسب طرديا مع ايه يا شباب؟ مع الجي. هنشيل علامه التناسب الطرد ونحط ثابت اللي هو بنسميه الايه؟ الايتا او الاسكوستي. انا اذا هنا بقت ايه؟ يبقى الاسكوستي عامله علاقه ما بين ايه يا شباب؟ ما بين الشير ستريس وبين الشير ايه؟ وبين الشير ريت. اقدر اجيب الايتا بتساوي ايه بقى يا شباب؟ هتساوي اف على الجي. ليه هتساوي ايه؟ بيدفع جي. الاف اللي هي الايه؟ الشير ستريس، والجي اللي هي الشير ايه؟ الشير ريت. خلاص كده؟ الاف دي الاسكوستي دي بسميها ايتا، بسميها ايه؟ بسميها ايتا. طيب الشير ستريس يا شباب قلت لك الفورس اللي بسميه اف كوما دي او اف داش، دي بسميها الايه؟ الاف على الايه اللي هي الايه؟ الاريا. خلاص؟ طيب قلنا الريت اوف شير او الشير ريت بس الدلتا في اللي هو السرعه على ايه يا شباب؟ على المسافه اللي هي الار دلتا ار ما بين كل ايه؟ ما بين كل اثنين ايه؟ اثنين دلتا. اذا لو جيت احط تعريفات عامه كده يا شباب، ان الشير اللي هو الموفمنت بتاع الايه؟ بتاعت اللايرز بتاعت الليكويد اللي موجوده عندك. الموفمنت عموما بتاعت الايه؟ اللاير. طيب لو جيت اعرف الشير ستريس، الشير ستريس اللي قلت لك ان هو الايه؟ قوه على مساحه، قوه على مساحه. يبقى اذا هو الفورس ابرايد ابلايد بريونت ايه؟ الاريا. يبقى القوه المطبقه لكل ايه؟ لكل وحده مساحه. خلاص؟ required to move one layer of fluid in relation to another. يبقى دي القوه اللي انا محتاجها عشان احرك ايه؟ طبقات السائل مقارنه بالطبقات الايه؟ اللي تحتها. خلاص؟ الوحده بتاعته مهمه جدا يا شباب. اي وحده هتاخدها مهمه جدا وبتبقى محل اسئله يعني في الامتحان. القوه بيبقى الوحده بتاعتها بالايه؟ بالدايم. الوحده القوه بتاعتها بالايه؟ بالدايم. خلاص؟ طيب والمسافه بتاعتك بالسكوير ايه؟ بالسكوير سنتيمتر. يبقى اذا الشير ستريس دايم بالسكوير سنتيمتر. خلاص؟ طيب الشير ايه يا شباب؟ بيساوي ايه؟ الوحده بتاعته ايه؟ سكند ماينس 1، معناه ان هو وحده زمن ماينس 1 او واحد على سكند. خلاص؟ واحد على سكند او بقولها سكند ماينس ايه؟ سكند ماينس 1. طيب حد يعرف جت ليه يا شباب؟ سكند ماينس 1 من القانون دلتا في على دلتا ار جت منين؟ واحد على دلتا. تمام، الله ينور. باذن يا شباب الدلتا الفي عندي اللي هي السرعه دي بتساوي ايه؟ بتساوي اصلا مسافه على زمن. يبقى مسافه على زمن على مسافه، المسافه بتطير مع مسافه يبقى لي ايه؟ واحد على الزمن، واحد على الزمن، يبقى الوحده بتاعته واحد ايه؟ واحد على السكند او سكند ماينس ايه؟ او سكند ماينس 1. خلاص؟ طيب هو تعريفه ايه يا شباب؟ اللي هو الديفرنس ان فيلوسيتي برضه من نفس القانون دلتا بي على دلتا ار. بص للقانون هتعرف التعريف على طول. يبقى هو ايه يا شباب؟ ديفرنس ان فيلوسيتي اللي هو دلتا بي وتوين تو بلينز، ما بين اثنين ايه؟ ما بين طبقتين او لايرز. طبعا اللايرز دي حاجه تيوري يا شباب، بيبقى المسافه ما بينها ايه؟ بتبقى طبعا انفي يعني تكاد لا تكاد تذكر يعني. بس هو عشان يتخيل الموضوع بالظبط حصل ازاي قال لك انا اعتبرها زي طبقات الكوتشينه كده. خلاص الاثنين لير دول مفصولين بايه يا شباب؟ بديستانس اللي بسميها عندي الدلتا ايه؟ الدلتا ار. طيب اذا يا شباب لما بقى اعرف الفيسكوستي بقول لي عليها ان هي ريزيستنت او المقاومه ان هو يحصل ايه؟ ريزيستنت ذات ليكويد اكسبت تو فلو اوف وان لاير اوفر انذر. يعني المقاومه اللي السائل بيلاقيها عشان يحصل ايه؟ حركه لكل طبقه على الطبقه ايه؟ الثانيه. كل ما يبقى يا شباب الريزيستنت عاليه قوي كل ما الفيسكوستي بتاعته تكون ايه؟ بيكون السائل بتاعته تكون ايه؟ تكون اعلى. خلاص؟ يبقى الفيسكوستي عندي ممكن اعتبرها كاندكس او كمرجع للفلوبيليتي. يعني السائل عندي الفيسكوستي بتاعته عاليه يبقى فلو ولا يبقى الفلو بتاعته قليل؟ الفلو بتاعته تبقى عاليه ولا تبقى قليله؟ تبقى قليله صح؟ وضربت لك مثال بالعسل، العسل مثلا الغم والميه بتاعته. لو جيت اثرت عليهم بنفس القوه طبعا هيحصل فلوبيليتي اعلى من مين؟ الميه، لان الفيسكوستي بتاعتها ايه؟ اقل.
خلاص يبقى ذا هاير ذا سكستي ذا جريتر ايه؟ ذا ريزيستنس. قلت لك من القانون ان الايتا ده عندي بتساوي الاف على الجي، الاف اللي هي هنا الشير ستريس والجي اللي هي الشير دي. تمام. ممكن اسميها كمان يا شباب اللي هي الانترنال فريكشن. الانترنال ايه؟ الانترنال فريكشن يعني ايه؟ يعني قوه الاحتكاك، قوه الاحتكاك ما بين طبقات السائل والبعض. كل ما الانترنال فريكشن دي تكون عاليه قوي كل ما الفلويبيليتي بتاعتك تكون ايه؟ تكون ايه؟ قليله. او الفلويبيليتي بتاعتك تكون عاليه بس الفلويبيليتي تكون ايه يا شباب؟ تكون قليله. خلاص. طبعا عندك مثال قلت لك الحاجات اللي هي الفلويبيليتي بتاعتها قليله قلنا زي الميه وزي الايه؟ وزي الالكول. في الفارماسيوتيكال طبعا كيميكالز عندنا زي الجليسرين والليوبريكانس بتبقى السويت بتاعتهم ايه؟ اعلى شويه يعتبروا فيسكس ايه؟ يعتبروا فيسكس ليه. طيب الوحدات يا شباب برضه قلت لك قلت لك مهمه جدا. الوحده بتاعت الفيسكوستي عندنا نوعين اثنين، حاجه اسمها الايه؟ البواز او سنت بواز. اللي هي البواز دي يا شباب اللي هي الايه؟ ضيين في السكند على سنتيمتر سكوير. ضيين في السكند على السنتيمتر ايه؟ سكوير. تيجي منين بقى؟ برضه هبقى اتعود اشوف القانون. حطها لك عندنا هنا في المربع عندنا ده. قلت لك عندي ان الايتا بتساوي الاف على الجي صح؟ طب والاف كانت بتساوي ايه؟ الاف داش على ايه؟ ايه موجوده يا شباب؟ الاف داش على ايه؟ على الايه؟ طيب وكانت عندي الجي عندي كانت في البسط ولا في المقام؟ المقام كانت بتساوي دلتا في على دلتا ار، يبقى هعكس. يبقى دلتا ار هتبقى ايه؟ هتبقى فوق والدلتا والدلتا في هتبقى ايه؟ تحت. الناس فاهمه الحته دي؟ تاني معلش الاف كانت ايه؟ كانت فوق خلاص؟ والجي كانت ايه؟ كانت تحت. مقام المقام ايه؟ بس او اقلب. انا عندي الاف كانت بتساوي الاف داش على الايه؟ خلاص احطها زي ما هي. الجي كانت عندي تحت، كانت دلتا في على ايه يا شباب؟ على دلتا ايه؟ اه يبقى دلتا ار تطلع ايه؟ تطلع فوق. مقام المقام ايه؟ بس خلاص. يبقى انا عندي اف داش اللي هي الفورس في الدلتا ار على الايه؟ في الايه يا شباب؟ في الدلتا في. قلت لك الفورس وحدتها ايه؟ داين. ها؟ الداين. تمام. ادي اول حاجه حطينا الاف بالداين والدلتا ار اللي هي المسافه سنتيمتر. خلاص. طيب الايه اللي هي المساحه سكوير سنتيمتر. يبقى كده عندي المساحه. تمام. فاضل الدلتا في اللي هي بايه؟ قلنا الدلتا في اللي هي ايه؟ مسافه على زمن. يبقى سنتيمتر على ايه؟ على سنه. خلاص. هبدا اطير يا شباب الحاجات تطير مع بعضها. خلاص. يبقى عندي سنتيمتر فوق وعندي سكوير سنتيمتر تحت، هيبقى لي داين في السكند على ايه؟ على سنتيمتر سكوير. او اطير السنتيمتر مع سنتيمتر على طول واطلع السكند تحت اللي هي مقام المقام بسط برضه، يبقى لي داين في السكند على ايه يا شباب؟ على السكوير او بير سكوير سنتيمتر اللي هي دي، اللي هي داين بير سكند داين في السكند بير سكوير ايه؟ سنتيمتر. يبقى انت بتجيبها من القانون وبتمشي مع القانون ايه؟ عادي خالص يطلع لك الوحدات ايه؟ بتاعتك. ها؟ هتثبت يا دكتور. انت لو وحيد بالسنتيمتر تثبت سنتيمتر في كله. مشيت بالمتر هتمشي كله بالمتر. مشيت بالكيلومتر تمشي كله بالكيلومتر. ها؟ سنتيمتر اه. ثبت يا دكتور بقول لك ثبت. انت عندك مشيت هنا بالمتر مثلا في المسافه متر، تخلي دي برضه متر بالايه؟ بالسكن. خلاص؟ يبقى تثبت الوحدات كلها في القانون، مفيش حاجه بسنتيمتر وحاجه بالايه؟ بالمتر. طيب في قانون يا شباب القوه، القوه بتساوي ايه؟ القوه بتساوي ايه؟ كتله صح؟ في ايه؟ العجل ام في الجي، صح كده؟ القوه بتساوي ام ايه يا شباب؟ ام في الجي. عشان كده هشيل يا شباب بدل الداينز دي هشيلها واحط الايه؟ الكتله عندي بالجرام، صح كده؟ يبقى انا شلت الكتله عندي اللي هي الام وحدتها ايه؟ جرام. الاكسلريشن فورس اللي هي عجله الجاذبيه الارضيه الوحده بتاعتها اللي ايه؟ سنتيمتر بير سكوير سكند. خلاص؟ ومضروبه عندي اضرب بايه؟ في السكند اللي هي عندي وهقسم تحت على ايه؟ السكوير سنتيمتر زي ما انا عندي. يبقى انا شلت الداينز بس اللي هي القوه وخليت مكانها ايه يا شباب؟ الكتله في عجله الجاذبيه اللي هي الاكسلريشن ايه؟ الاكسلريشن فورس. خلاص؟ هطير برضو الحاجات اللي بتطير مع بعضها يبقى لي عندي جرام بير سكند بير ايه؟ بير سنتيمتر. خلاص يا شباب مفهومه لحد دلوقتي؟ هي كلها حاجات بس بتعمل ايه؟ بتعمل اشتقاق كده من القانون تحط الوحدات بتاعتك خلاص مش اكتر من كده. قلت لك ان عكس او مقلوب او ريسيبروكال بتاع الفيسكوستي بيساوي ايه يا شباب؟ ها؟
ايه عكسها؟ عكس البسكوت ايه؟ لا فلويد. صح كده؟ يبقى عكس الحاجه الفيسكوس حاجه ايه؟ حاجه فلويد. عكس الحاجه اللي هي الماسكه اللي هي كده الحاجه اللي المنساب او اللي هي انسيابيه عاليه اللي هي الفلويديتي. الفلويديتي دي بقى بنقول لها بالرمز فاي. بنقول رمز ايه يا شباب؟ فاي. يبقى الفاي بتساوي 1 على ايه؟ 1 على ايه؟ الفاي بتساوي 1 على 1 على ايه؟ السي جي اس دي يا شباب مش عاوزها، واخدت الداتا تشطبها لي خالص. اللي هي دايم بالسكوير سنتيمتر دي تشطبها لي خالص. خليك بس في الايه؟ في الجواز او السنت جواز والحالات اللي قلت لك عليها دلوقتي. عندي انواع يا شباب من البسكوستي، عندي في كذا نوع من البسكوستي. اول حاجه عندي اللي هي الدايناميك بسكوستي او الابسولوت او الابسولوت بسكوستي اللي هي البسكوستي العاديه خالص بتاعتنا اللي انا بحسبها لايه؟ للسائل. بريليشن ما بين الشير ستريس والشير ايه؟ الشير. خلاص دي اسمها الابسولوت ايه يا شباب؟ بسكوستي. هي بتقيس الريشيو ما بين الشير ستريس والشير ايه؟ والشير دي. هل انا بزود الشير ستريس بيحصل ايه في الشير عندي؟ بيزيد ولا بيقل؟ وهكذا. يبقى بتحسب الشير الريشيو ما بين الشير ستريس والشير ايه؟ والشير دي. خلاص؟ يدي لك امثله عندي يا شباب هي في كذا حاجه. عندي مثلا الكاستر اويل والكلوروفورم نهايه بالميه. هتلاقي البسكوت تقريبا بتاع الميه بايه؟ بواحد. البسكوت تقريبا بالميه بايه؟ بواحد سم ايه؟ بواحد سم بواحد. خلاص؟ تبدا عندي في الاوليف اويل يبدا البسكوت شويه تبقى ب 100 100 ايه؟ 100 100 سم بواز وهكذا. جليستين جليستين 93% 93% دي معناها ايه يا شباب؟ 7% ميه. تمام. يبقى البيوريتي بتاع 93 معنى كده ان في عندي 7% ايه؟ ميه. معنى كده ان هو ويت بالفوليوم ولا فوليوم بالفوليوم؟ ويت بالفوليوم ولا فوليوم بالفوليوم؟ فوليوم بالفوليوم. طب الحاجة الوحيدة اللي الويت بالويت يساوي الفوليوم بالفوليوم يساوي ايه؟ ميه. امال ايه؟ النسبة بتاعتك بايه؟ واحد. والقانون بتاع الايه؟ الكثافة هو الوحيد اللي بيحاول ما بين الايه؟ ما بين الكتلة وما بين الايه؟ الفوليوم بمعلومية الكثافة. خلاص؟ مدي لك انا كذا يونت ايه يا شباب؟ عندك اللي هو الايه؟ سنت بواز او البواز. ومدي لك عندي الطين السكند بالسنتيمتر والكيلو جرام بير متر سكند. دي هي نفس القانون بس كنت مديهولك بالايه؟ بالجرام. هو عادي. قلت لك اهم حاجه تثبت الوحدات خالص. اخر وحده خالص دي مش محتاجها. تاني نوع يا شباب عندي حاجه اسمها كاينيماتيك فيسكوستي. كاينيماتيك ايه؟ فيسكوستي. بجيب الابسولوت فيسكوستي او الدايناميك فيسكوستي اللي انا جبتها في الاول خالص وبقسم على الكثافه بتاعت الايه يا شباب؟ بقسم على الكثافه بتاعت الايه؟ السائل اللي عاوز يقيس الفيسكوستي بتاعه. خلاص؟ يبقى انا بحسب الابسولوت فيسكوستي كريشيو للشير ستريس والشير ريت، وبعد كده القيمه اللي بتطلع لي عندي بقسمها على الايه؟ على الكثافه تديني حاجه اسمها الايه؟ الكايناماتيك ايه؟ فيسكوستي. كايناماتيك ايه يا شباب؟ فيسكوستي. طبعا دي الوحده بتاعتها تبقى حاجه اسمها الستوك او السنت ستوك. الوحده الجديده بتاعت الستوك او السنت ايه؟ ستوك. او لها وحدة تانية اللي هي السكوير متر على الثانية. السكوير متر على ايه يا شباب؟ على الثانية. ممكن تلاقي وحدة تانية اللي هي الفوت سكوير دي. دي حاجة مكافأة للايه؟ للمتر سكوير. اللي هي بالقدم بدل ما نحسب بالمتر بيحسب بالايه؟ بوحدة القدم اللي هي الايه؟ الفوت سكوير بالايه؟ بالسكند. أو بالمتر سكوير بالايه؟ بالسكند. كل ده يعتبر واحدة سنتيمتر سكوير سكوير سنتيمتر أو السكوير في فوت أو السكوير متر ده يعتبر كله ايه؟ حاجة واحدة مغير الوحدات بس. وعندك الستوك والسنت ستوك دول الاشهر طبعا. دول الايه؟ الاشهر بتوع كلمات الفيسكوستي. طيب بتحسب ايه يا شباب؟ الريشيو ما بين الايه؟ ما بين الابسولوت فيسكوستي او الدايناميك فيسكوستي او الفيسكس فورس يعني الى الانيرشال فورس. الانيرشال فورس دي يا شباب اللي هي المسؤول عنها الكثافه يعني. خلاص يبقى هي الانيرشال فورس دي الفورس اللي جايه نتيجه المومنتم بتاع الفلويد. المومنتم بتاع الايه؟ بتاع الفلويد اللي هي ايه؟ بتبقى نتاج كده الكتلة وكثافة السائل. كل ما السائل عندي يكون دنسر او اتقل كل ما السرعة بتاعته تكون ايه؟ تكون اعلى. خلاص؟ هو عشان كده حط الايه؟ الانيرشيا الفورس دي كدلالة على الايه؟ الفيسكوستي على دلالة على الكثافة او الرو اللي موجودة تحت. خلاص؟ اللي هو ميجر الفيسكس فورس على الانيرشيا اللي هي يا شباب؟ الانيرشيا فورس اللي هي المسؤولة عنها المومنتم بتاع الفلويد او قوة الدفع بتاعت الايه؟ بتاعت الفلويد. كل ده انا مطلوب منك بس تعريف والوحدات.
تعريفه ايه والوحدات في الانواع. تالت نوع عندي شكل حاجه اسمها ريلاتيف فيسكوستي. ريلاتيف يعني حاجه ايه نسبيه. طب الوحده بتاعتها تبقى ايه؟ تبقى غير منشن لسه شكل، لان بقسم فيسكوستي على فيسكوستي. الوحدات اللي فوق اطير مع الايه؟ مع الوحده بتاعتي يبقى اسمها دايمنشن ايه؟ ليس او نو يونت. يبقى مالهاش ايه؟ دكتور انت جاي تاخد المحاضره جاي تتكلم. انت الدكتور اللي جنبك. تتكلم في ايه؟ بتساله في ايه؟ طب بره المحاضره اتفضل على اذنك خد زميلك وتفضلوا اساله بره. تعال تعال يا دكتور اقعد. اللي مش مهتم يا شباب ما يحضرليش المحاضره طبعا. الناس اللي مش مهتمه مش مهمهاش ان هي تسمع وما تسمعش ما تخش المحاضره. خلاص؟ ريلاتيف فيسكوستي يا شباب يعني انا بقارن الفيسكوستي بتاعت مادتين اتنين وليكن مثلا عندي ماده ريفرنس زي الووتر بتاعتي واي ماده ايه؟ واي ماده تاني. خلاص؟ بقارن بالمادتين ببعض دي اسمها ريلاتيف ايه يا شباب؟ ريلاتيف فيسكوستي اللي هي الايه؟ ايتا ار دي معناها ايه؟ الريلاتيف فيسكوستي. او لو انا عندي ماده يا شباب دوبت ماده في فلويد معين بقى عندي سوليوشن خلاص؟ فبحسب لزوجة السوليوشن اللي اتكون عندي ده مقارنة بالسولفنت بس. ده السوليوشن عندي بعد ما دوبت فيه المادة له لزوجة والسولفنت لوحدها ليها ايه؟ لزوجة برضه بسميها ايه يا شباب؟ بسميها برضه ريلاتيف ايه؟ فيسكوستي. طيب السبيسيفيك فيسكوستي لو انا عندي يا شباب دلوقتي عندي ميديا عندي ماده برضه سولفنت بس له ايه؟ له فيسكوستي معين وبقيت اضيف عليه ماده ثانيه الفيسكوستي بتاعتي وليكن زادت او ايه او قلت في الغالب الفيسكوستي ايه؟ بتقل الا لو حطيت سيرفيس اكتف ايجنت او حاجه ممكن يقلل ايه يا شباب الفيسكوستي. طيب عاوز اشوف الفراكشن اللي زاد الفيسكوستي بسبب وضع الماده جيري الفراكشن بتاع زيادة الفيسكوستي بسبب الايه؟ البوليمرز او بسبب المادة اللي انا حطيتها دي بسميها شباب السبيسيفيك ايه؟ فيسكوستي نتيجة اضافة مادة ايه؟ معينة بعينها على السوليوشن او على الليكويد اللي موجود عندي. خلاص؟ بتساوي ال N ماينس ال N S على ال N S يعني الفيسكوستي بتاع السوليوشن كله ناقص الفيسكوستي بتاع الليكويد لوحده مقسومة على الفيسكوستي بتاع الايه؟ السولفنت لوحده او الليكويد ايه؟ لوحده. بيطلع لي ايه؟ فراكشن في الاخر. فراكشن هتلاقيها قيمة من 10 الفراكشن اللي القيمه بتاعتي زادت بالنسبه لها الفراكشن اللي الفيسكوستي بتاعتي زادت بسبب الماده دي بطلعها من السبيسيفيك فيسكوستي. طب لو جبت البيرسنت بقى بضرب القيمه دي في ايه؟ في 100. خلاص؟ تاني انا دلوقتي وليكن عندي ميه مثلا خلاص ليها فيسكوستي معانا وليكن 1 سم ايه؟ 1 سم بوت. جيت اضفت عليها بوليمرز معينه لقيت الفيسكوستي بتاعتي بقت 1.7 مثلا او 1.17 من 1000 1.17 من 100. خلاص؟ طيب عاوز اشوف الفراكشن يا شباب اللي زاد قد ايه؟ الميه عشان واحد تلاقي القيمه واضحه ولكن ممكن اي ماده ثانيه تلاقي القيمه مش واضحه بالنسبه لك. هتعمل ايه؟ عاوز اشوف الفراكشن اللي الفيسكوستي بتاعتي زادت بسبب الماده الجديده اللي ضفتها دي. اطرح الزوجه بتاعت السائل كله على بعضه اللي طلعت في الاخر 1 مثلا و17 ماينس الايه؟ الواحد على الواحد. خلاص؟ يديني الفراكشن اللي بسببه اللي بسبب البوليمرز دي والماده دي الفيسكوستي بتاعتي زادت. عاوز اجيب النسبة اروح جاي ضارب في ايه؟ 100 والغالب من بتاع الفيسكوستي بتاعتي زادت بنسبة كام ايه؟ كام في المية. خلاص يبقى انا عندي دايناميك فيسكوستي وعندي كاينيماتيك فيسكوستي وعندي ريلاتيف فيسكوستي وعندي سبيسيفيك فيسكوستي وطبعا انا قلت لك مهم جدا ان ريلاتيف فيسكوستي مالهاش ايه يا شباب؟ مالهاش وحدة. طيب السبيسيفيك فيسكوستي ليها وحدة ولا مالهاش؟ مالهاش وحدة ولا وحدة. خلاص انا بطلع فراكشن او رقم بس ولو عاوز اجيب بيرسنت بضرب ايه؟ بضرب في معذرة أنا شايف شنو السنة. السلام عليكم. شباب
ده مثال توضيحي عشان مديك ماده من المواد الاسبيس بتاعتها مثلا لكم 313 من 1000 خلاص مديك الايه الكثافه بتاعتها بايه 788 هتجيب الكائنات الاسبيس هتقسم الكثافه بتاعتها على ايه على اجي هتقسم الاسبيس على ايه قلنا كائنات بتساوي ايه يا شباب ليتا على الرو خلاص قلنا الوحده بتاعتها مهمه جدا اللي هي الايه الستوك او ارسنت ستوك تمام الريلاتيف فيسكوستي مديك ماده او مادتين اتنين بيقول لك هات الريلاتيف فيسكوستي اسم مادتين على بعض بس يبقى الوحده بتاعتها دايمنشن ايه يا شباب دايمنشن ليس او ما لهاش ايه ما لهاش وحده طيب في يا شباب نقطه مهمه جدا اللي هي تاثير الحراره على ايه يا شباب على الفيسكوستي تمبريتشر افكت على الفيسكوستي بتاع الايه بتاع السوائل او بتاع الغازات عموما انت دلوقتي يا شباب لو عندك ميه لها نسبه لزوجه معينه في درجه الايه في درجه حراره الغرفه طيب مع التسخين بيحصل ايه للميه انت ممكن ما تلاحظهاش قوي في الميه لان اللزوجه بتاعت الميه قليله جدا لكن لو جبت حاجه فيسكس وبدات تحطها على النار هتبدا اللزوجه بتاعتها ايه اللزوجه تقل ده حاجه ثابته شايفنا على كله ولا هي انت بص كليكويد سولفنت لوحده مش دي في حاجه لا يعتبر ثابت لكن انت دلوقتي لو عندك مثلا سوليوشن مكون من ووتر ومكون من ستارش وجيت حطيته على النار يحصل ايه؟ بيت معناه ايه؟ معناه بتزيد اذا مش كل يا شباب مش كل السوائل او مش كل السوليوشن عندي ايه؟ السبيس بتاعتها بتقل معايا يا شباب مع الحراره خلاص في بعض الاكسبشنز وهناخدها بالتفصيل بعد كده في حاجه انا اخد الفلوبيلتي بتاعتها بالتفصيل ده بتكلم على التاثير هنا ايه يا شباب تاثير الايه تاثير الحراره طيب بالنسبه للغازات بقى يا شباب اذا القاعده العام او العامه اللي يبني عليها ان كل ما زود درجه الحراره كل ما الفلوس بتاعتي الايه بتقل الفلوس بتاعتي الايه بتقل ده القاعده العامه او القاعده العريضه وكل قاعده شواذ طبعا انما القاعده العريضه بتاعت الغازات العكس ان كل ما زود التمبريتشر كل ما الفلوس بتاعتي الغاز عندي الاحصائيه يا شباب بتزيد خلاص الغازات كل ما زودت التمبريتشر كل ما الفيسكوستي بتاعتي بت ايه؟ الفيسكوستي مش الكثافه خلي بالك الفيسكوستي مش الكثافه الكثافه بتاعت الغازات بتعمل ايه مع الحراره؟ كثافه كثافه بتقل تسخن الهواء يبدا ايه الكثافه بتقل يطلع لايه؟ يطلع لفوق خلاص ولذلك الدنسر الاير اللي هو التقيل بيبقى تحت ازاي الفيسكوستي للجاز؟ الفيسكوستي ايه؟ ازاي الفيسكوستي للجاز؟ بس حاجات الفيسكوستي يا جماعه بتبقى حاجات بسيطه جدا لكن بتتقاس بالذات لو بقى كومباكتد لو غاز كومباكتد قوي بتتقاس لها انت مش ممكن تجيب جهاز يا دكتور وتخليه مثال خلاص تقدر تقيس له كل حاجه ساعتها بقى لما تعرف درجه حراره يحصل له ايه زوجه يحصل له ايه الحاجات دي كلها خلاص العلاقه اللي خدته انتوا ارهينيا سيكويشن يا شباب ولا ما خدتوهاش؟ ارهينيا سيكويشن خدتوها؟ استخدموها في ايه ارهينيا سيكويشن؟ لا دي يا شباب اللي بيظبط هنا الفيسكوستي او اللي بيحكم الفيسكوستي حاجه اسمها موديفايد ارينس ايكويشن موديفايد ارينس ايكويشن دي يا شباب اللي هي الارينس ايكويشن الاصليه اصلا بقدر استخدمها عندي انا في شغل الصيدلانيات ان انا احسب الاستابيليتي بتاعت الايه؟ بتاع الاكتف كونستيتوانت وتاثير درجه الحراره على ثبات الماده الايه؟ على ثبات الماده الفعاله خلاص فكان بيحط بدل الايتا اللي في المعادله دي كي كي ده اللي هو ثابت التفاعل ان كل لما درجه الحراره تزيد المفروض ان التفاعل بتاعي ايه التفاعل بتاعي بيزيد ويبدا الماده الفعاله بتاعتي تتكسر خلاص مع زياده درجه الحراره تبدا الايه تبدا درجه تبدا الماده الفعاله بتاعتي ايه تتكسر لذلك معظم الادويه تلاقي بينصح انها تحط درجه حراره ايه بتاع الغرفه اللي هي 25 ايه درجه الحراره درجه الحراره عاليه بيحصل ايه للماده الفعاله تتكسر وبالتالي الشيلف لايف او الاكسبيريشن ديت بتاعها بايه؟ بيقل صح كده؟ وفي حاجات الشيلف لايف بتاعها لازم تكون في الثلاجه لو طلعت درجه حراره الغرفه هيحصل لها ايه؟ ممكن تبوظ او الاكسبيريشن ديت بتاعها برضه ايه؟ يقل زي ما تاخد في الكاينتيك رياكشن في سنه ثالثه ان شاء الله. هو نفس الايكويشن ده يا شباب بس حاطط بدل الكي اللي هي ثابت التفاعل ده حاطط الايه؟ الايتا او الفيسكوستي. يبقى الايتا بتساوي الايه؟ الايه ده اللي هو كونستنت يا شباب. كونستنت ده بيعتمد على المولوكولار ويت بتاع الماده ويعتمد على المولر فوليوم بتاع الليكويد حد يعرف ايه هو المولر فوليوم؟
22.4 مولر فوليوم بتاع ايه ليكويد هو ايه؟ 1 مول في لتر اللي هو الحجم يا شباب مول مولر فوليوم بحجم الحجم اللي بيشغله 1 مول من الايه؟ 1 من المادة خلاص؟ الحجم اللي بيشغله 1 مول من المادة. طيب مثلا لو لكم الميه 1 مول بتاع المادة بتاع الميه بايه؟ 18 ايه؟ 18 جرام. شوف ال 18 جرام دول بيشغلوا لي قد ايه حجم خلاص، لان الميه طبعا هي الوحيده اللي حجم بيساوي ايه؟ بيساوي كتله، فبالتالي هتاخد 18 ايه؟ 18 مللي. اذا 18 مللي تقريبا بيساوي 1 مول من الايه؟ المولر فوليوم بتاع الميه يساوي 18 ايه؟ 18 مللي خلاص. المهم يعني مش قصتنا، المهم ان الايه ده كونستنت بيعتمد على المولكيولر ويت بتاع الماده، بيعتمد على المولر فوليوم بتاع الايه؟ بتاع الماده او الليكويد اللي عاوز يحسب له ايه؟ او اشوف الاسكوستي بتاعته متاثر بالحراره دي. طيب مرفوع الاس يا شباب الاي جي دي اللي اسمها حاجه اسمها ايه؟ اكتيفيشن انرجي، يعني اقل كميه طاقه محتاجها عشان يبدا يحصل فلو للماده ايه؟ للماده بتاعته. ومقسومه على الار تي، الار تي اللي هو ثابت العامل ايه؟ الغازات. وطبعا معروف ان القيمه بتاعه ثابت العامل الغازات دي بتختلف باختلاف الوحده. خلاص؟ الوحده اللي عندنا هنا الكالوري بايه؟ بالمول، ولذلك القيمه بقت 1 بوينت ايه؟ 1.9. التي اللي هي الابسولوت تمبريتشر او درجه حراره الايه يا شباب؟ ها؟ درجة حرارة الايه؟ بالكلفن. تمام، عاوز احول من الكلفن للسيليزيوس بعمل ايه؟ السيليزيوس بجمع ده 273. هو ايه اللي مكتوب بالازرق؟ الازرق؟ اه الايكويشن يا دكتور الايكويشن، بص لما خدت اللن بتاع المعادله دي اداني لن الايتا يساوي لن الاي بلس الاي اي على الار ايه؟ على الار تي. خلاص، هنا كانت الايتا عادي بتساوي الاي مرفوع عليه الاس بتاع الاي الاكتيفيشن انرجي اللي هي الاي في على الار تي. لما تاخد لما تطبع الحاجه هتبان لك الصوره دي. المهم اعرف كل رمز من دول بيشير لايه يعني. لما ارسم يا شباب العلاقه دي برسم العلاقه ما بين الواحد على التي وما بين ايه يا شباب؟ وبين اللوج ايه؟ وبين اللوج لوج ايتا. اللوج ايه؟ اللوج ايتا اللي هي الايه؟ بص يا شباب عشان الناس تبقى عارفه، بس انا عندي هنا خدت اللن هتلاقي تحت مفيش 2303. لو جيت خدت نفس المعادله بس باللوج عشان تبقى سهل عليك حط تحت 2300 وايه؟ 2303. اي معادله هتحولها من لن للوج هتلاقي فيها القيمه ايه؟ القيمه دي اللي هي 2300 وايه؟ عشان تبقى فاهم بس. نفس الكلام في الفيجر بتاعك لما تيجي ترسمه هتعمل علاقه بين اللين ايتا والواحد على التي او اللوج ايتا والواحد على التي. ايه اللي هيتغير عندي؟ السلوب بدل ما هو اي في على 2303 ار في اللوج هيبقى في اللين ايه؟ اي في على ار بس. اي في على الايه؟ وهي تحوله رياضيه بس انا بقول لك اعداد منين يعني. انت لما تيجي تحول من اللين للوج بحط عند القيمه اللي هي 2300 وايه؟ 2303. القيمه عندي بتدي ستريت لاين يا شباب، والانترسيبت بتاعي بيبقى اللوج ايه اللي هو الايه؟ اللي هو الكونستنت اللي هو. واحنا القانون ده اصلا جبناه منين؟ بتاع الايتا الاولاني. طلعنا منه الداتا ولا القانون ده؟ قلت لك ده يا عمك ارينيوس هو اللي اكتشفه. هو اللي اكتشفه جابه ازاي بقى؟ هو واخد فيه بيتنت يعني، واخد فيه سموها براءات اختراع وحاجات زي كده، زي باسمه لحد النهارده. خلاص؟ فانت بتاخد الايكويشن بس وتشوف الايه؟ البرامتر اللي هو عملها وتشوف الفيجرز بتاعه. طيب تعالى يا شباب نهتم ايه، نستفيد ايه من القانون ده بقى؟ حكايه التمبريتشر بتاعنا يعني. قلت لك ان الاي في دي اللي هي الاكتيفيشن انرجي او اقل كميه طاقه محتاجه عشان يبدا يحصل فلو لايه؟ للسائل بتاعك. في ربط يا شباب بين حاجتين اتنين، الاكتيفيشن انرجي والايفابوريشن ايه؟ الايفابوريشن انرجي. ايه هي الايفابوريشن انرجي؟ كميه الطاقه اللي انا محتاجها عشان ايه؟ عشان ابدا اكسر الروابط ويبدا يحصل عندي فيز ترانزيشن من الحاله الايه؟ السائله للحاله الايه؟ الغازيه، صح كده؟ الماده تتحول عندي من سائل الايه يا شباب؟ الى سائل. خلاص، لما المولكيولز عندي يتبخر ويبدا يسيب مكانه ايه؟ يسيب مكانه هو والانفراد، الانفراد مساوي لحجم الايه؟ مساوي لحجم المولكيولز اللي حصل له ايه؟ اللي حصل له ايفابوريشن، تمام كده؟ دي يا شباب اسمها ايفابوريشن انرجي. كميه الطاقه اللازمه عشان خاطر ان انا يبدا يحصل عندي ايفابوريشن للماده بتاعتي او فيس ترانزيشن من حاله الى حاله ايه؟ اخرى. اللي كل ما يحصل له ايفابوريشن بيسيب لي هول في الليكويد بتاعي مساوي لحجم الايه؟ الهول بالظبط.
لو ايه يا شباب بقى؟ لو ان الاكتيفيشن انرجي اللازمه عشان يحصل فلو بتساوي تلت كميه الطاقه اللازمه عشان يحصل ايه؟ عشان يحصل ايفابوريشن. عشان يحصل ايه؟ ايفابوريشن. يبقى اذا الاكتيفيشن انرجي بتساوي تلت الايفابوريشن ايه؟ تلتها، واحد على ثلاثة. واحد على ثلاثة. وبالتالي نستنتج من هنا يا شباب ان المساحه اللازمه عشان يحصل فلو للماده بتاعتي بتساوي تلت حجم الايه؟ تلت حجم المليكيولز بتاعتي. تلت حجم الايه؟ تلت حجم المليكيولز. يبقى عشان يبدا يحصل فلو للماده بتاعتي لازم يتوفر عندي مسافه ما بين الجزيئات تساوي تلت حجم الايه يا شباب؟ تلت حجم الايه؟ الجزيء او حجم الجزيء اللي بيكون منه الماده ايه؟ الماده بتاعتي. عشان كده اتكلمنا عن ارينس اكويشن والاكتيفيشن ايه؟ اكتيفيشن ايه؟ طيب كل ما شباب عندي كانت قوه اضطراب ما بين المواد بتاعتي عامله قوه ما بين بعضها كل ما احتاج طاقه ايه؟ كل ما احتاج طاقه اعلى عشان السكوستي بتاعتي ايه؟ تقل. خلاص؟ مش كل مواد زي بعضها مثلا سخن عند درجه حراره معينه لمده معينه تقول نفس السكوستي، لا تختلف من ايه لايه؟ تختلف بعامل كبير جدا اللي هو ايه يا شباب؟ البوندنج فورس او قوه الترابط ما بين الايه؟ ما بين الموليكولز وبعضها زي الهيدروجين بوند وزي الفاندر فالت فورس والحاجات دي كلها. كل ما زود طبعا الثيرمال انرجي او درجه الحراره كل ما السكوستي بتاعتي بتقل. قلت لك لكل قاعده شواذ وهناخدها بعد كده في الايفكت بتاع الشير ستريس والشير ريت على الفلوبيلتي بتاع الماده. تاني الماده شباب عشان يحصل لها ايفابوريشن قلنا محتاجه طاقه ايه؟ طاقه تبخر، صح كده؟ ده لما بتحط ميه على البراد مثلا في البراد عشان ايه؟ عشان يغلي يبدا يحصل ايه؟ ايفابوريشن. بيغلي على طول ولا بيحتاج وقت معين او كميه طاقه معينه عشان يحصل ايفابوريشن؟ بيحتاج وقت معين، صح كده؟ لحد ما يوصل لتكسير الروابط الكامله ويبدا يحصل ايفابوريشن، دي بسميها الايه؟ بحسب الطاقه اللي خدتها دي بسميها الايه يا شباب؟ ايفابوريشن انرجي، يعني كميه الطاقه اللازمه عشان يبدا يحصل ايفابوريشن للايه؟ للماده بتاعتي دي. خلاص؟ طيب عشان يحصل فلوبيتي بحتاج طاقه اسمها الاكتيفيشن انرجي. خلاص؟ لقوا ان كميه الطاقه اللازمه عشان يحصل فلو للليكويد ده نفس الليكويد طبعا. بتساوي تلت الطاقة اللازمة عشان يحصل ايفابوريشن ايه؟ انرجي. خلاص؟ إذا المسافة أو المساحة اللازمة عشان يحصل فلو للسائل بتساوي تلت المساحة بتاعت أو تلت المساحة بتاعت إيه يا شباب؟ تلت البول اللي بيسيبها الموليكيولز أو تلت مساحة الموليكيولز أو تلت حجم الإيه؟ حجم الموليكيولز. خلاص؟ عشان يحصل فلوبيليتي للجزيئات لازم إيه؟ البارتكلز ما تكونش كلها على بعضها دنسد إيه؟ دنس صباع يكون فيه مسافه طبعا الحاجات دي كلها طبعا شايف ثيوريتيكال يكون فيه مسافه بين الايه؟ طبعا انت عمرك ما هتشوف المسافه ما بين جزيئات السائل وبعضها يعني بس طبعا من استنتاجاتهم بيقول لك ان المسافه اللازمه عشان يحصل فلو بتساوي تلت المسافه بتاعت ايه يا شباب؟ بتاع الايفابوريشن يعني عذرا يا شباب السلام عليكم خلاص كده تمام شباب
نبدا تاني يا شباب نخش على الفيسكوستي والعلاقه بين الشير ستريس والشير ايه؟ والشير ايه؟ خلاص عندي حاجه مهمه جدا يا شباب في الدياجرام عشان تبقى فاهم الدياجرام عندي علاقه بين الشير ستريس الشير ستريس حاطه تحت انا فين؟ على الشير ستريس عندي يا شباب تحت هنا على ايه؟ على الاكس اكسس خلاص والشير الشير ريت عندي على الواي ايه ده الشكل الاشهر يا شباب ده الشكل الاشهر اللي هنمشي بيه ولكن عشان لو شفت الشكل ده تبقى عارف الدنيا بالظبط فيها ايه في ايه وعاكس هنا حاطط الشير ريت هنا ايه على الاكس اكسس تحت وحاطط الشير ستريس على الشكل عندك بيختلف الشكل عندك بتاع الدياجرام اللي هنرسمه بعد كده بايه بيختلف الدياجرام ده يا شباب بيقسم لي انواع السوائل عموما الى نوعين اثنين حاجه اسمها نيوتنيان ونون ايه ونون نيوتنيان ليكويد او نيوتنيان فلو ونون نيوتنيان ايه فلو من اول هنا يا شباب يعتبر مهم جدا الناس تركز معايا خلاص يبقى انا بقسم عندي الريولوجي عموما او الريولوجي بتاع الفلويدز الى نوعين اثنين نيوتنيان فلو او نيوتنيان فلويد ونون نيوتنيان فلو او نون نيوتنيان ايه فلويد ما خدنا في النيوتنيان ايه يا شباب ان في دايركت ايه او علاقه طرديه بين ايه شير ستريس وشير ايه؟ وشير ريت خلاص كده يعني كل ما الشير ستريس عندي يزيد كل ما يحصل ايه في الشير ريت؟ كل ما يزيد خلاص؟ يبقى اذا دي ده نيوتنيا وده يا شباب نسبه قليله جدا زي الايه؟ زي الميه والحاجات اللي ايه؟ ولكن معظم انت كصيدلي بتتعامل مع فارماسيوتيكال برودكت معظم المنتجات الصيدليه نون ايه؟ نون نيوتنيان بيهيفير او نون نيوتنيان ايه؟ فلو معظم معظم الفارماسيوتيكال برودكت نون نيوتنيان ايه زي السسبنشن وزي المارشن وزي الايه الكريم والجيل والحاجات دي يعني النسبه بتبقى عكسيه لا اقول لك دلوقتي ايوه السلام عليكم تمام يا شباب باذن النيوتنيان اللي هو فيه علاقه طرديه بين عندي الشير ستريس والشير ايه والشير ايه خلاص انما النون نيوتنيان فلويد ما بقاش ايه بلاش علاقه طرديه عارف يعني ايه علاقه طرديه بالكوره بين الشير ستريس والشير ايه ها ماشي يعني ايه برضه يعني ممكن اجيب نقطه واحده يا شباب احسب الشير ستريس عندنا عند نقطة معينة قصادها الشريط قد إيه؟ وأعمل اكسترابوليشن وبعد كده خلاص هي نقطة معينة محتاج أجيبها وبقيت كل النقط ممكن إيه؟ ممكن أجيبها من العلاقة. خلاص أنا صرت مثلا بشير ستريس مثلا وليكن 5 داين بالسكوير سنتيمتر أعرف الشريط قد إيه؟ هي نقطة معينة واحدة وبعد كده أجيب عند 10 وبال 15 وبال 20 كل حاجة. ونفس الكلام أقدر أجيب الفيسكوستي لأن الفيسكوستي إيه؟ هجيبها من الأسلوب بتاع الإيه يا شباب؟ تاكر مش انا عندي علاقه بين الشير ستريس والشير ريت اذا انا اقدر احسب الايه الفيسكوستي يبقى انا هنا اقدر احسب عندي الفيسكوستي من خلال نقطه واحده بس بحددها ما بين الشير ستريس والشير ايه والشير ريت ده نيوتني انما النون نيوتني يا شباب ما اقدرش اجيب الايه ما اقدرش اجيب نقطه واحده بس واقول اي اقدر اكمل بقيه الايه الكيرف بتاعي زي ما هناخد دلوقتي خلاص يبقى انا عندي فيه نيوتنيان سيستم وحاجه اسمها نون نيوتنيان ايه نون نيوتنيان سيستم النون نيوتنيان يا شباب بقسمه عندي هقول لك انا تقسيمه سيبك من التقسيمه اللي موجوده عندي في الباوربوينت عندي فيها يا شباب تقسيم النون نيوتنيان سيستم بتنقسم الى قسمين اثنين حاجه اسمها تايم ديبندنت حاجه اسمها شير ديبندنت تايم ديبندنت وايه ثانيه واحده يا شباب
الناس تكتب يا شباب التقسيمه دي عشان مش لاقي عندك هنا. النون نيوتيني يا شباب بتتقسم لقسمين اتنين، حاجه اسمها شير ديبندنت وحاجه اسمها تايم ايه؟ تايم ديبندنت. شير ديبندنت وتايم ايه ديبندنت. الشير ديبندنت عندك الثلاثه دول اللي هو بلاستيك وسودو بلاستيك ودايليتر. بلاستيك وسودو بلاستيك وايه؟ ودايليتر. دول بيسموهم شير ديبندنت سيستمز. شير ديبندنت ايه؟ سيستم. خلاص؟ التايم ديبندنت سيستم يا شباب عندي نوعين اتنين برضه. حاجه اسمها اليوبيكسي حاجه اسمها السيكستور. خلاص اكتب التقسيمه دي. انا عندي في حاجتين اتنين، تايم ديبندنت اللي هو السيكستروبي واليوبيكسي، وعندي تايم وعندي شير ديبندنت اللي هي البلاستيك والسودو بلاستيك والدايليتنس. السيكستروبي ايه؟ واليوبيكسي انا قلت من دلوقتي. خلاص ده شكل الديجرام يا شباب بتاع النيوتنيان فلويد في الاول عندي اهوت ما بين الريت شير والشير ستريس. عندي يا شباب شكل الدياجرام ايه مهم جدا عشان ممكن اجيب لك كذا دياجرام واقول لك ده البيهيفير بتاع مين بالظبط. اجيب لك كذا دياجرام شباب اللي هلمحوا الاثنين الاخرى اللي بيتكلموا. انت هو خد زميلك وتوكل على الله. انت وهو خد زميلك وتفضل. البيهيفير بتاع النيوتنيان فلويد يا شباب قلت لك فيه علاقه طرديه بين الشير ستريس اللي هو على الاكس اكسس وبين الشير ريت اللي هو على الواي ايه؟ على الواي اكسس. فبيديني علاقه طرديه بتمر بالاوريجن عندي اللي هو الزيرو. خلاص واديني ستريت لاين. ممكن من خلال نقطه واحده اعمل ايه؟ اكسترابوليشن يمر بنقطه الاصل كده وابدا اجيب لي الفيسكوستي بتاعتي عند اي ايه؟ عند اي نقطه. خلاص؟ انما في اي بيهيفير ثاني اي نان نيوتنيان فلويد يا شباب ما اقدرش اعمل ايه؟ ما اقدرش اعمل كده. ما اقدرش احدد الفيسكوستي بتاعتي من خلال ايه؟ من خلال نقطه واحده. لازم باخد كذا نقطه، يعني بحسب كذا شير ستريس وكذا شير ريت، بعد كده برسم اللاين بتاعي واشوف البيهيفير بتاعه عامل ازاي. عندي هنا شباب في البلاستيك عندي بلاقيه ما بيمرش بنقطه الايه؟ بنقطه الاصل. خلاص؟ ويبقى كيرفد. عندي في السودو بلاستيك بيمر بنقطه الاصل ولكن برضه ايه؟ كيرفد. عندي دايليتن ده هنا ايه؟ بيمر بنقطه الاصل ولكن هتلاقيه عكس الايه؟ عكس ده وعكس ده. وناخد دلوقتي ان ده اسمهم حاجه اسمها شير ثيننج سيستم. يعني كل ما اعمل شير او حركه في السائل كل ما النزوجه بتاعتي ايه؟ الثيننج معناها ان اخليه ايه؟ قليل. شير ثيننج سيستم يعني كل ما اعمل شير او حركه كل ما السائل بتاعي ايه؟ الحركه دي اعتبرها زي خلاط زي متقليب او اي حاجه. خلاص؟ يبدا يحصل عندي هنا ايه؟ الفيسكوس بتاعتي يا شباب؟ الفيسكوس بتاعتي دي. هناخد دول بالتفصيل، هناخد كل سيستم من دول ايه؟ بالتفصيل. اول حاجه يا شباب هناخد عندي اللي هو النيوتنيان ايه؟ النيوتنيان فلو. قلت لك ان انا عندي فيه دايركت ريليشن شيب ما بين الشير ستريس والشير والشير جي. خلاص فالجي تتناسب طرديا مع الايه؟ مع الاف او الاف تتناسب طرديا مع الايه؟ مع الجي. هي هي الديوجرام عندي بتاعه بقى عامل ازاي؟ يبقى عندي ستريت لاين بيمر بنقطه الايه؟ نقطه الاوريجن بتاع اللي هي الزيرو. خلاص الفيسكوستي بتاعتي بتزيد ولا بتقل بقى يا شباب؟ انت عندك الفيسكوستي بتاعتي لا تتاثر بالشير ستريس او الشير ريت. لو جيت عملت علاقه عندي بين الفيسكوستي والشير ريت، لو انا جيت حطيت شويه ميه في الخلاط وهي تقل هيحصل ايه في الفيسكوستي بتاعتي؟ ولا حاجه، تفضل زي ما هي. خلاص انما تاثير بقى الميه بتاعتي مع الحراره ايه؟ اه الميه تبدا تقل. خلاص؟ يبقى هنا عندي تاثير الشير ريت على الفيسكوستي حتى انها ستريت. ايه يا شباب؟ حتى انها ستريت لاين. وقلت لك انا اقدر اجيب الفيسكوستي بتاعتي من الاسلوب. الاسلوب بتاعي عندي هنا ايه؟ الواي اكسس عندي هنا الايه؟ شير ريت صح؟ والاكس اكسس هو الشير ايه؟ شير ستريس. اذا الاسلوب عندي هيساوي ايه على ايه؟ ها؟
سلوب هيساوي الاكس على الواي ولا الواي على الاكس ولا هيساوي ايه؟ الواي على الاكس اذا الجي على الاف، بس الفيسكوستي بتساوي الايه؟ المقلوب، صح كده؟ طيب اذا الاسلوب عندي هنا بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي حاجه اسمها الفلويديتي اللي هي واحد على الفيسكوستي، واحد على ايه؟ الفيسكوستي. اذا اجيب الاسلوب بتاعي، الاسلوب بتاعي ده بيساوي ايه يا شباب؟ بيساوي الفلويديتي. الفلويديتي اللي هي الفاي بتساوي واحد على ايه يا شباب؟ واحد على الايتا اللي هي الايه؟ الفيسكوستي. في حاجة دي يا شباب بتاع النيوتن دي فيها أي مشكلة؟ تمام. النان نيوتن يا شباب، لكن معظم الفارماسيوتيكال برودكت اللي في السوق عندي لا تخضع لإيه؟ لقانون نيوتن، لا تخضع لقانون إيه؟ لقانون نيوتن، لأن هي ما بتبقاش عبارة عن سولفنت أز إتز، إنما بيبقى عبارة عن سولفنت مذاب في إيه؟ سوليد بارتيكلز معظمها، زي السسبنشن مثلا، بتبقى بارتيكوليت معلقة كده فين؟ في المحلول الامالشن، نفس الكلام بيبقى عباره عن زيت وميه، مش حاجه واحده يعني. خلاص عندك الاونتمنت والكريم عباره عن مزيج ويبقى سيمي سوليد. فكل ده لا يخضع لايه؟ للنيوتن، بنسميه نون نيوتنيان فلو او نون نيوتنيان بيهيفير. خلاص؟ نون نيوتنيان ايه؟ بيهيفير. في حاجه يا دكتور؟ طيب البلاستيك والسيدو بلاستيك والدايليتان دول يا شباب بنسميهم ايه؟ نون نيوتنيان، بس بنسميهم التقسيمه بتاعتهم اللي هو ايه؟ شير ديبندنت. شير ديبندنت يعني كل ما ازود الشير، كل ما احطه في الخلاط واقلب واقلب ازود السرعه، كل ما الفسكوستي بتاعتي ايه؟ تزيد. الفسكوستي بتاعتي ايه؟ تقل. خلاص انا حطيته مثلا عملت على السرعه الاولانيه، الفسكوستي بتاعتي قلت بايه؟ بمقدار معين. خلاص حطيته حسب النوع يعني، لكن بضرب لك مثال بس عام، زودت السرعه شويه الفسكوستي بتاعتي ايه؟ قلت بمقدار معين او زادت بمقدار معين، يبقى ده اللي عندي هنا معتمد على الشير ريت او الاكستنت بتاعت القوه او القوه بتاعت الايه؟ السرعه بتاعتي. خلاص؟ يبقى ده بسميه سبب شير ايه؟ شير ليندا، بسميه يعتمد على الشير بتاعي. هناخد اول حاجه يا شباب اللي هو البلاستيك ايه؟ البلاستيك بلو دي لها اسم مشهور جدا، هو العام الاشهر اللي هو اسمه حاجه اسمها بينجام بادلز، اسمها بينجام ايه؟ بينجام بادلز، اسم العالم اللي اكتشفها يعني اسمه بينجام ايه يا شباب؟ اسمه بينجام بادلز. قال لك والله في بعض الحاجات، اضرب مثال مثلا، ده مثال افتراضي يا شباب، انا لو عندي مثلا توث بيست معينه، مش لازم كل توث بيست يبقى لها، ده انا اضرب لك مثال توضيحي فقط. خلاص؟ وجيت حطيت عليه كتل معينه، الكتل ده بيساوي الايه؟ القوه او الفورس اللي هو الشير ستريس يعني. فده ما حصلش عندي فلو للماده بتاعتي في اول ايه؟ اول حاجه لما زودت الكتله بتاعتي او القوه بتاعتي اللي انا محتاجها بدا يحصل عندي ايه؟ فلو. اذا دي بسميها حاجه اسمها اليلد فاليو. اليلد فاليو يعني القوه اللي عندها يبدا يحصل ايه؟ فلو. انما قبلها ما يحصلش. ولذلك هتلاقي الديوجرام لو فاكر في الاول قلت لك لا يمر بنقطه الايه؟ الاصفر. هتلاقيه كده واخد منحنى في الاول وبعد كده سريت لايت. طيب بعد ما يبدا يحصل فلو يا شباب ياخد نفس البيهيفير بتاع النيوتونين، يروح جاي مديني ستريت لاين كده، تبدا تجيب الايه؟ برضه تبدا ممكن تحسب نقطه واحده بعدها، تبدا تجيب الفيسكوستي بتاعتك ايه؟ من خلال نقطه واحده من الايه؟ الشير ستريس والشير ريت. يبقى كل الفرق ما بينه وبين النون نيوتونيان في اليلد فاليو اللي هو مقدار القوه اللازمه في البدايه عشان يبدا يحصل ايه؟ فلو. بعد ما يبدا يحصل فلو بياخد نفس البيهيفير بتاع الايه؟ بتاع النيوتونيان ليكويد. يبدا ياخد نفس البيهيفير بتاع النيوتونيان ايه؟ كلام واضح؟ طيب عندي مثال يا شباب، عندي هنا اللي هو الايه؟ اللي هو زنك، السسبنشن بتاع الزنك اوكسايد، السسبنشن بتاع الايه؟ بتاع الزنك اوكسايد. خلاص يبقى اليلد فاليو يا شباب اللي هو بيديني انديكيشن لمقدار القوه اللازمه عشان يبدا يحصل ايه يا شباب؟ عشان يبدا يحصل لفلو للماده، او ممكن اقول له تعريف ثاني اللي هو مقدار القوه اللازمه لتحويل السيستم من نون نيوتونيان، او مش هنقول تحويله، هنقول هنخليه ياخد بيهيفير اوف نيوتونيان ايه؟ نيوتنيان سيستم. لما تشوف الفكرة عندي الصورة اللي هو الرؤية تتضح يعني. خلاص؟ عندي هنا مفيش أي فلو يا شباب. خلاص؟ لحد ما أثرت بقوة معينة اللي هي الإف دي، الإف دي بعدها يبدأ يحصل إيه؟ فلو. بعد ما يبدأ يحصل فلو بياخد بيهيفير أو ستريت لاين زي الإيه؟ نيوتنيان إيه؟ زي النيوتنيان ليكو بالظبط. خلاص؟ طيب عشان اجيب قيمه الاف دي بعمل اكسترابوليشن للستريت لاين ده لحد ما يقطع الشير ستريس اللي موجود تحت ده. خلاص يبقى دي مقدار الايه؟ مقدار القوه اللازمه عندي عشان يحصل فلو للايه؟ للسيل بتاعي. واضح يا شباب؟
يبقى عندي في نيوتونيان ستريت لاين يمر بنقطه الايه الاوريجن، لانه بيحصل ايه ها يعني اكستربوليشن. اكستربوليشن يعني امتداد، او بمد الخط على امتداد ده يعني. خلاص بمد الخط على امتداد خلاص، لان الخط ده هنا ايه مش لينير، فباخد امتداد الخط ده كده لحد ما يقطع الايه الاكس اكسس. خلاص يا شباب دي قطع النقطه هنا دي، بس اسمها الاف ايه الاف فاليو. قلنا الاف فاليو هي مقدار القوه اللازمه عشان ايه ها الناس نعمل اللي هي يا شباب عشان يعني وعشان يحصل فلو عندي ليه السيستم بتاعي. انما انا اقدر اقول ان البلاستيك فلو ده نيوتنيان؟ لا بلاستيك فلو نون ايه نيوتنيان. طيب تعالى هات الاسلوب بتاع يا شباب. الاسلوب عندي برضو عندي هنا الجي على الاف، معنى كده ان هو مقلوب الايه مقلوب الفيسكوستي صح. طيب لما اخد واحد على الاسلوب بقى مقلوب الاسلوب ده هيساوي الايه، ما بسمهاش فيسكوستي بقى هنا يا شباب، بسمها البلاستيك فيسكوستي اللي هي اليو، بسمها الايه بلاستيك فيسكوستي، بسمها بلاستيك فيسكوستي. او الاسلوب عندي بسميه هنا الموبيليتي. فاكر في النيوتن كنت بسمي الاسلوب عندي ايه في الوليدي، تمام كده هنا بسميه الايه الموبيليتي. انت حتى لو من المصطلح هتلاقي ان هو اقل في الفلو عن الثاني. الوليدي ده يعتبر حاجه خاصه اكتر، بيعتبر بالسواق يعني، انما ده ليه حاجات مثلا زي السينوسولد او الحاجات دي. فالاسلوب عندي هنا بيساوي الايه الموبيليتي صح كده. مقلوب الموبيليتي ده بيدينا حاجه اسمها البلاستيك فيسكوستي اللي هي الايه اليو. خلاص طيب اليو يا شباب دي عندي هنا هتساوي ايه؟ الفيسكوستي كانت بتساوي الاف على الجي. حد يعرف اليو دي هنا هتساوي ايه؟ مش الفيسكوستي عموما بتساوي الاف على الجي؟ طيب اليو برضه فيسكوستي، يعني بتساوي الاف على الجي برضه ولا ايه؟ هتساوي ايه؟ ها؟ هتساوي الاف يا شباب، بس هنقص منها الاف ايه؟ الاف فاليو اللي هو اليل ده. هنقص منها الاف ايه؟ الاف فاليو اللي هي دي. اللي هي قيمه الاف الاف سمول دي اللي هي الاف فاليو اللي هو ايه؟ اللي هو هنا. يبقى اللي هتساوي الاف كابيتال ماينس الاف سمول على الجي بتاعتي يديني البلاستيك يا شباب؟ يديني بلاستيك فيسكوستي. طب ايه الميكانيزم يا شباب؟ الميكانيزم بتاع الماده دي بيحصل ازاي؟ اعرف اعرف بس كل سيستم بيحصل فيه ايه، دي مهمه جدا جدا. السيستم بتاع البلاستيك فلو بيحصل حاجه اسمها الفلوكيليتد سسبنشن. ها؟ فلوكيليتد سسبنشن اند لارج اجريجيت. يعني ايه فلوكيليتد؟ طبعا ما خدتوش خالص دوسج فورم خالص. تبقى عند البارتكل يا شباب متماسكه مع بعضها بقوه زي قوه فاندر فالز، زي قوه فاندر ايه؟ عشان كده سماها فلوكس. فلوكس يعني ايه؟ حاجه زي كلكعه كده. خلاص؟ يبقى دي اسمها ايه يا شباب؟ فلوكس او فلوكيليتد بارتكل، او بسميها او مثلا حاجات انواع سسبنشن حاجه اسمها فلوكيليتد سسبنشن. او اللارج اجريجيت، اجريجيت دي يعني متجمعه مع بعضها، عامله اجريجيشن يعني. يبقى البلاستيك فلو بيحصل فين؟ ها؟ بيحصل ايه؟ دي مهمه جدا جدا جدا. بيحصل في ايه يا شباب؟ بيحصل طول في الفلوكيليتد سسبنشن واللارج اجريجيت. واللارج ايه؟ اجريجيت. بيحصل ازاي بقى يا شباب؟ انا عندي الماتيريال او البارتكلز بتاع الماده بتاعتي دي تبقى ماسكه مع بعضها بقوه زي ما قلنا، بقوه فاندر ايه؟ بقوه فاندر فالز. خلاص؟ لو جيت اعمل فلو مش هيحصل فلو. لو جيت اعمل فلو مش هيحصل اي فلو للايه؟ الماتيريال. فمحتاج قوه معينه ليه؟ عشان تبدا تاثر على القوه التماسك دي، تفصل الجزيئات دي عن ايه؟ عن بعضها، تبقى كل جزيئ يعتبر ايه؟ منفصل ايه؟ عن بعضه، فبالتالي يبدا يحصل عندي ايه؟ فلو. يبقى مقدار الطاقه او مقدار القوه اللازم عشان اكسر قوه الترابط بين الجزيئات هو اللي يدي ايه؟ فاليو. او مقدار القوه اللازم عشان خاطر يحصل فلو هو برضه اللي يدي ايه؟ فاليو. او مقدار القوه اللازم عشان ابدا احول البيهيفير بتاع السيستم من نون نيوتونيان الى نيوتونيان هو الايه؟ هو اللي يدي فاليو. خلاص؟ يبقى كل ما يدي فاليو قيمته قدره الشباب، معنى كده دلاله على ايه؟ ها؟ تمام، معنى كده ان في قوه ترابط كبيره جدا ما بين الايه؟ ما بين الجزيئات، معنى كده ان محتاج قوه اكبر عشان اقدر اعمل ايه؟ عشان يحصل فلو للماتيريالز بتاعتي. خلاص ده قلنا الريجرام بتاعنا. كل سيستم هيبقى له ريجرام معين يا شباب، كبصمه له او كعلامه له. طيب معنى كده يا شباب ان انا عندي هنا لما زودت الشير ستريس بدا يحصل ايه في الشير جيت؟ زاد، بس ما ادانيش ايه؟ ما ادانيش ستريت لاين على طول، اداني في الاول كيرفد لاين عشان قيمه اليلد فاليو، وبعد كده اداني الايه؟ اللي ايه؟ وبعد كده اداني الستريت لاين. خلاص؟ معنى كده ان الفيسكوستي بتاعتي بيحصل لها ايه؟ لما الشير ستريس عندي، لما الشير عندي زاد،
هناك كانت سبيس ثابته. لا هنا يا شباب بسميه شيء تيننج سيستم. البلاستيك مش بدا يحصل عندي فلو خلاص، بدا اسميه عندي شير تيننج سيستم. يبقى معنى كده ان الفيسكوستي بتاعتي بتقل كل ما ازود الايه يا شباب، كل ما ازود الشده. انت لو جبت عندك جل يا شباب، الجماعه اللي بيحطوا جل مثلا على شعرها، ده جل ايه له قوام او له فيسكوستي عاليه، لما يعمل فريكشن، فريكشن ده يعتبر الشير ايه، بعمل له شير ريت اهو بحركه، الفيسكوستي بتاعته بيحصل لها ايه؟ تقل. تقل صح كده؟ هو نفس الكلام، الفيسكوستي بتاعتي بتقل مع الايه؟ مع الشده. كل ما ازود الشير ريت يا شباب كل ما الفيسكوستي بتاعتي الايه؟ عشان كده بسميه شير تيننج ايه؟ شير تيننج سيستم. يعني معنى كده ان كل ما ازود الشير ريت بتاعي كل ما الفيسكوستي بتاعتي الايه؟ بتقل. دكتور الشير المفروض بتثبت عند فين معين؟ بعد شدة معين طبعا، مفيش حاجة اسمها تكون مطلقة كده، كل حاجة بتقل لحد ايه مدة معينة، وبعد كده بتديني ستيدي ستيت، بنسميها الستيدي ستيت بوينت او الستيدي ستيت فاليو. تقل عليها بعد كده تقل ايه، بس لازم تقل في الأول وبعد كده توصل لي ايه للستيدي ستيت بتاعها. طيب يا شباب لو بعد كده أنا بعد ما عملت شير ريت وقفت شير، هيبدأ يحصل ايه للجيب بتاعي؟ ها؟ هيبدا الفيسكوستي بتاعتي تبدا ترجع ايه؟ بيحصل تاني ريبيلدنج للاستراكشر تاني، تبدا الجزيئات بتاعتي ايه؟ يحصل لها اجريجيشن تاني او يحصل لها تاني برضه قوه فاندر فيلز تاني، تبدا تمسك معايا يا شباب مع بعض. خلاص؟ تمام. تاني نوع عندي يا شباب حاجه اسمها سودو بلاستيك فلو، برضه ده شير ثيننج، يبقى خلي بالك انا الاولاني مش مكتوب قدامه شير ثيننج، بس الاثنين سيستم دول البلاستيك سودو بلاستيك بسميهم شير ايه؟ بسميهم شير تيننج سيستمز الاثنين دول، عشان بعد كده لما ناخد الدايلات هنسميه شير ايه؟ شير تيكنج. انا قلت لك في البلاستيك ان هو عباره عن ايه؟ بيكون في الانواع ايه؟ اشهر مثال اللارج اجريجيتس والفلوكيوليتد ايه؟ والفلوكيوليتد سسبنشن، دول ما تنساهمش، انسى اسمك ما تنساش الكلمتين دول. وافتكرها بالميكانيزم يا شباب، عندك فلوكيوليتد يعني ايه؟ اجريجيتد مع بعض بقوه فاندر ايه؟ قوه فاندر فيلز. طيب السودو بلاستيك يا شباب بيحصل فين؟ بيحصل في البوليمرز. يعني لو جبت بوليمرز معينه زي بوليمرز يعني ايه الاول؟ مجموعه مونومرز متشابكه مع بعضها اداني ايه؟ اداني بوليمرز كبير، تمام كده؟ لو جبت انا البوليمرز ده ودوبته مثلا في سولفنت معين وليكن ايه؟ وليكن ميه، في الغالب معظم البوليمرز هتديني البيهيفير بتاع السودو بلاستيك ايه؟ البيهيفير بتاعه بيبقى عامل ازاي بقى يا شباب؟ انت كان عندك هناك ما بيحصلش فلو تماما لحد ما ايه؟ انت عرفت منين من الريوجرام ان هو بيبدا يحصل فلو من الاول ولا ما بيبداش يحصل من ايه؟ قلت لك هناك لا يقطع نقطه الايه؟ الاصل، فبالتالي ما بيحصلش فلو خالص لحد ما ايه؟ ما يحصل على قوه معينه اللي هي اليلد ايه؟ فاليو. انما انت لو جيت تشوف الريوجرام بتاع السودو بلاستيك هتلاقيه ايه يا شباب؟ هتلاقيه من الاول خالص من نقطه الاصل، ولكن واخد كيرفد لاين، معنى كده ان هو في الاول برضه يبدا يطلع ولكن ايه بيزيد مع كل ما زود الشير ستريس ويبدا يتحرك اكتر كل ما الفيسكوستي بتاعتي بتايه بتقل. خلاص يبقى الفلو هنا بيبدا يحصل من البدايه مع اقل قوه بيبدا يحصل، ودي بتعرفها ان هو بيمر بنقطه الايه الاصل بتاعته. لو قلت لك المثال بتاعه المشهور ايه اللي هو الايه البوليمرز، المثال بتاعه اللي هو المشهور الايه البوليمرز، عندك السي ام سي ده اختصار لكربوكسينسايل سيلولوز، كربوكسينسايل سيلولوز في الميه، ايه صودان الجينيت برضه اللي هو موجود عندك في موجود ايه يا شباب في الصيدليه صودان الجينيت؟ حد يعرف صودان الجينيت موجود ايه في ادويه ايه في الصيدليه؟ بدوروا عليها كده. التراجادانس في الوتر يا شباب برضه يعتبر بوليمرز في ايه؟ في ميه. المسايل سيلولوز في ميه. يبقى اي بوليمرز موجود ايه في ميه غالبا بياخد البيهيفير بتاع ايه؟ سودو بلاستيك ايه؟ فلو. بيحصل له فلو من الاول ولا ما بيحصلش؟ بيحصل له فلو ولكن بيكون قليل لحد ما ابدا ازود الشير ستريس وابدا الشير ريت، الفيسكوستي بتاعتي تبدا ايه؟ مع الوقت تقل مع الايه؟ عشان كده بسميه شير ايه؟ شير ثيننج سيستم. تمام. ازاي يا شباب بقى الميكانيزم بتاعي بيحصل ازاي؟ بوليمرز دي يا شباب قلت لك ان هو بيبقى ايه؟ بيبقى مونومرز وبدا عملت روابط مع بعض لحد ما اداني مركب كبير جدا بسميه البوليمرز، يبقى المولكيولر ويت بتاعه ايه؟ كبير جدا بيوصل الافات يعني. خلاص؟ هيبقى واخد شكل يا شباب زي شكل معقد ممكن يكونوا متداخلين مع بعض كده. يبقى الفريكشن ما بينهم وبين بعضهم بيبقى عالي ايه؟ عالي جدا في المحلول بتاعه. اي نعم بيحصل فلو مع اقل قوه
احطها على السائل ولكن تكون ايه قليله جدا. كل لما زود يا شباب الاستريس عندي او الشير ستريس يبدا ياخد البوليمرز عندي ياخد شكل الايه الستريت لاين عشان يبقى الصوره واضحه كده عندي كده. كل ما نحط عليه ستريس معانا يبدا ياخد الايه الستريت لاين فالفلو بتاعه يكون اسهل ولا اصعب؟ اسهل. يبقى عندي عامل زي الشبكه كده ولا يبقى ايه؟ ولا يبقى واخد عندي الالايند فورم. الالايند دي معناها شكل مرتب يعني او مهندم يعني. يبقى بالتالي عندي الفسكوستي بتاعتي ايه؟ ال والفلوبيلتي بتاعتي بتاعت السيل عندي ايه؟ زيرو. خلاص؟ تمام. كمان يا شباب بيحصل ايه؟ بيحصل ان عندي البوليمرز ده بيبقى واخد كميه ميه كبيره جدا ما بين الجزيئات وبين جزيئاته هو نفسها وبين بعضها. خلاص؟ لما بعمل ستريس بيبدا الميه دي يحصل لها ايه؟ بقى داخله جوه الشبكه دي، لما تبقى بيبدا جزيئات الميه كمان او السائل او السولفنت ده يحصل لها ايه؟ ريليز، فبالتالي يحصل حاجه زي دايليوشن كده للايه؟ للسيستم كمان تساعد ان الفيسكوستي بتاعتي ايه؟ تقل. ده مثال بسيط او توضيح بسيط يا شباب للشعر المجعد او الكيرلي هير والستريت ايه؟ والستريت هير. كير الهير بيبقى صعب جدا لما اجي اعمل له كومنج او تسفير بيبقى صعب جدا، انما الايه اللي هو الستريت هير بيبقى سهل ايه سهل جدا نفس الكلام. فانت عاوز فورس معينه اللي هو التمشيط عشان تبدا توصله للايه للشكل الانسيابي او الفلوبيلتي. خلاص يا شباب يبقى ده راندوملي اورينتد يعني مش واخد شكل عشوائي. خلاص واوفر مور ريزيستنت وايل ايه كومنج اثناء التسريع بياخد شكل ايه صعب جدا، انما التاني ده ياخد ستريت لاين او اورينتد او شكل منظم يعني وبعد كده يديني ايه ريزيستنت. ده نفس الايه؟ نفس المثال تقريبا. قلت لك عندي الجيوجرام طبعا اهم حاجه ان انا عندي اللي بيديني كيرفد لاين كده. كيرفد لاين معنى كده ان الايه؟ كل ما زود الشير ستريس اي الشير ريت ايه؟ بيزيد بس مش دايركت بروبوشنال زي الايه يا شباب؟ زي النيوتنيان. خلاص الاسلوب عندي برضو الاسلوب عندي بيساوي الجي على على الاف صح كده؟ طيب معنى كده ان كل ما الاسلوب عندي يزيد يحصل ايه في حركه السائل؟ الشير ريت. ها؟ الفيسكوستي يا شباب كل ما حرق كل ما الشير ريت يزيد يحصل ايه في الفيسكوستي؟ إيه يبقى العكس في الاسلوب. كل ما ازود الشير الاسلوب بتاعي ايه؟ يزيد. عشان كل ما حركه السائل تزيد معنى كده ان الفيسكوستي عندي قلت والاسلوب عندي هنا واحد على ايه؟ واحد على ايتا. معنى كده ان كل ما الجي تزيد كل ما الاسلوب عندي ايه؟ كل ما الاسلوب عندي يزيد. خلاص بي بي دي معناها سودو بلاستيك يا شباب. صار بي بي دي معناها سودو ايه؟ سودو بلاستيك. هل ان انا اقدر احصل على الفيسكوستي عندي هنا يا شباب من خلال نقطه واحده؟ ما اقدرش اجيب. طب انا عاوز اجيب الاسلوب هنا عشان حد يعرف يجيب الاسلوب ازاي؟ خدتوا حاجه شاب في اعدادي اسمها ميل او منحنى المناش. خلاص باخد ستريت لاين كده خلاص واخد نقطتين على الواي اكسس ونقطتين على الاكس اكسس فرق الصداق على فرق الايه؟ خلاص وابدا اجيب الاسلوب ايه يا شباب؟ الاسلوب بتاعي. خلاص في يا شباب معادله رياضيه عندي بتحكمني برضو ممكن اخليها استخدمها اللي هو بتساوي الايتا. الايتا بتساوي الاف اس ان مش الايتا بتساوي اف على جي يا شباب صح؟ طيب اعتبر ان القانون الاصلي عندي ايتا بتساوي اف اس ان على جي لان ده عشان خلاص هو حاجه كونستنت يعني. طيب في النيوتنيان كنت بقول لك ان الايتا بتساوي اف على جي بس صح؟ عشان كنت معتبر ان ان دي بتساوي ايه؟ بتساوي 1. خلاص بعتبر ان القانون ده عندي الايه؟ الاصل. لما ان تساوي دي بتساوي 1 يبقى انا كده ان ده نيوتنيان ايه؟ نيوتنيان فلو او نيوتنيان بيه. لو الان عندي كانت اكبر من 1 معنى كده ان هو عندي ايه يا شباب؟ معنى كده ان هو عندي سودو بلاستيك ايه؟ سودو بلاستيك فلو. طيب اجي اعمل دراماتيزيشن للايكويشنز دي اقول عندي الان لما اجي اخد لوج للحاجه دي يا شباب فاكر كنت بنزل الاس ده ورا ايه؟ ورا اللوج. يبقى عندي ان لوج الاف هيساوي لوج الايتا بلس لوج الايه؟ لوج الجي. هيجي يرسم الستريت لاين دي يا شباب هيدي له ستريت ايه؟ ستريت لاين. دي في بعض الابحاث كانت مثلا جايب لاين زي ده كده بيجيب ستريت ايه؟ ستريت لاين زي ده كده. السلوك بتاعه بيساوي الان اللي انا محتاجها دي. جيت احسب الان بتاعتي الايتا بيساوي 1 معنى كده ان ده ايه؟ نيوتونيان فلو. جيت لقيتها اكبر من 1 تبقى ايه؟ تبقى نون نيوتونيان بس ايه؟ سودو بلاستيك. طيب جيت لقيتها اقل من 1 يبقى السيستم اللي جاي اللي هو الدايليتنت ايه؟ الدايليتنت فلو. خلاص؟ اهم حاجه دي حاجه اسمها يا شباب فاروس كونستنت اللي هو الان ده. فاروس كونستنت ده بيديني اندكس على ايه؟ مقدار الديفيشن او مقدار الانحراف عن النيوتونيان سيستم. خلاص؟ لقيته اكبر من 1
معنى كده ان هو ديتل على اي سودو بلاستيك ايه اقل من واحد بقى دايليتنت. يا شباب دايليتنت الواحد يبقى عندي هنا هو الايه هو النيوتنيان ايه النيوتنيان زي ما قلت لك. انا عندي هنا تجيب التانجنت او المماس عندي بتاع الكيرف لاين ده تاخد نيوتن 2 على الواي اكسس ونيوتن 2 على الاكس اكسس تجيب الايه يا شباب السكوت. طيب السكوت عندي هنا يا شباب بيحصل ايه شير ثيننج سيستم. معنى كده الفيسكوستي بتقل كل ما ازود الشير ايه شير ريت كل ما احط في الخلاط وازود الحركه عندي يحصل له ايه يحصل له الفيسكوستي بتاعتي ايه ايه اللي طبعا نقول اي حاجه بتوصل في النهايه لحد السيدي ستيت معين. يبقى انا كده انا معتمد على ايه يا شباب على الشير ريت معتمد على الشير ريت. زودت الشير ريت الفيسكوستي بتاعتي ايه ده قللت الشير ريت الفيسكوستي بتاعتي ترجع ايه تاني المفروض لنفس القيمه بالظبط نفس القيمه ايه بالظبط. ولكن مثلا عندي سرعه معينه مثلا الفيسكوستي بتاعتي مثلا كانت 5 سنتي بواز مثلا جيت قللت لنفس السرعه يعني زودت مثلا السرعه بتاعتي وصلت 10 جيت قللت السرعه تاني نفس القيمه المفروض ترجع بالظبط عند الخمسه ايه يا شباب ال 5 سنتي بواز. يعني المعنى كده ان عندي نفس الشير ريت لازم تكون عندي نفس القيمه بتاعت الايه الفيسكوستي خلاص عشان الحته بعد كده دي هنحتاجها قدام. دايليتنت فلو يا شباب اللي هو اللي بنسميه حاجه اسمها الشير ايه؟ شير ثيكننج سيستم وده عكس الاثنين السيستم الثانيين. شير ثيكننج سيستم ده عكس الاثنين ايه؟ الاثنين اللي فاتوا. طيب انا قلت لك الاولاني خالص كان في ايه يا شباب؟ الناس يقول معايا يلا الدكتور اللي بيضحك دكتور النضاره بتضحك على ايه؟ ها؟ بتضحك على ايه؟ ضحكنا معاك طيب احنا بقالنا ساعه ونص بنشرح عايزين نضحك. اتكلم ما تخافش اضحك على ايه؟ الشير ثيننج يا شباب الشير ثيننج سيستم اللي هو البلاستيك كان في مكان في السيستم بتاعه كان المثال له ايه؟ فلوكيوليتد سسبنشن اند لارج ايه؟ لارج اجريجيتس تمام البلاستيك بولينرز السودو بلاستيك مش كان في الاولانيه خالص فلوكيوليتد يبقى ده هنسميه دي فلوكيوليتد دي فلوكيوليتد يعني كل بارتكلز ايه؟ لوحدها خلاص؟ ولكن لازم تكون تركيز السوليد بارتكلز دي اكبر من 50% يعني تركيزها عالي ايه؟ عالي جدا في المحلول. واديت لك مثال على الدايليتنت ده اللي هو زي الاسترش في ميه. انت لو جبت استرش كده حطيتها في كميه ميه وبدات تقلب او حطيتها في خلاط هيبدا يحصل ايه في الفيسكوستي بتاعتك؟ هتبدا تزيد. عشان كده سميته ايه يا شباب؟ شير ثيكننج سيستم. لان في علاقه ما بين الفيسكوستي والشير ريت كل ما زود الشير ريت كل ما يحصل ايه في الفيسكوستي بيزيد. قلت لك طبعا يا شباب في نقطه مهمه لازم تعرفها ان البلاستيك والسودو بلاستيك والدايليتن دول ريفرسبل سيستم. قلت لك ريفرسبل يعني ايه؟ يعني لما ارجع تاني بالشير ريت الفيسكوستي بتاعتي ترجع ايه؟ لطبيعتها تاني ترجع تاني المفروض لطبيعتها ايه؟ لطبيعتها تاني. قلت لك فرق ما بين تاثير الشير ريت والشير ستريس وتاثير الحراره خلي بالك ما تاخدش الموضوعين ببعض. هنا يا شباب كل ما ازود شير ستريس يحصل ايه في الشير ريت؟ الفيسكوستي يحصل لها ايه؟ هنا شير ثيكننج يا شباب. هنا شير ثيكننج يعني كل ما تزود الستريس كل ما الفيسكوستي المفروض الشير ريت بتاعك يبدا يقل والفيسكوستي بتاعتك هي اللي هتبدا ايه؟ هتبدا تزيد. خلاص؟ او لو انا ثبتت عند شير ريت معين لو انا ثبتت عندي حطيته في الخلاط وحطيته عند سرعه معينه وحطيت مع الشير او مع التقليب تبدا الفيسكوستي بتاعتي عندي يحصل لها يا شباب تبدا السيستم عندي ايه؟ يزيد وانا اعرف الميكانيزم بتاعتها دلوقتي. يبقى نفس الدياجرام برضو الجي اجينست الاف ولكن بتلاقي ايه يا شباب؟ بتلاقي الكيرف ده عكس تماما بتاع السودو بلاستيك ايه؟ عكس السودو بتاع السودو بلاستيك كان عامل ازاي يا شباب؟ كان كده صح؟ ده ايه؟ ده عكسه تماما اللي هو الدايليتنت ايه؟ الدايليتنت فلو. وقلت لك عندي ان الان هنا اللي هي فاروز كونستنت بتبقى بكام؟ اقل من ايه؟ اقل من واحد. طبعا الايكويشن اللي قلت لك عليها دي برضه تقدر تعملها دلوتيزيشن وتجيب لك الايه؟ اللي هي الايه؟ اللوج جي بيساوي او تاخد اللوج بتاعها وتجيب الان كونستنت بتاعتك لو طلعت اقل من واحد بتديني ايه؟ يبقى ده دلاله على ان السيستم بتاعي ده دايليتنت ايه؟ دايليتنت فلو. اللاين عندي بيبقى لينير ولا لينير؟ لاين بيبقى كيرفد ايه؟ لاين. برضه لما اجيب السلوك نفس الكلام.
باخد برضو من المماس واخد نقطتين برضو ايه على الواي اكسس واقسمهم على نقطتين فرق نقطتين على الايه على الاكس اكسس بتاعتي. بيمر بنقطه الاصل معنى كده ان ايه يا شباب يعني اقل قوه يبدا يحصل ايه يبدا يحصل فيه. طيب هنا الميكانيزم بتاع شباب مهم جدا. كلمه دايليكت اصلا معناها ايه؟ توسع او التمدد خلاص. تيجي تاخده في الفارما تاخد غازو ايه غازو دايليكتيشن معناها ايه توسع في الاوعيه الدمويه خلاص. دايليكت هنا برده معناها السيستم بتاعي بيحصل له ايه يا شباب بيحصل له توسع. قلت لك هو الدقيقه مشهور فين؟ في الديف لكليات البارتكلز. بتبقى نسبه البارتكلز اللي عندي ايه اكبر من كام؟ اكبر من 50%. اذا يا شباب البارتكلز كل بارتكلز من الثانيه يبقى البويد فوليوم او المسافات البينيه بين البارتكلز تبقى ايه قليله جدا ويدوبك بالكاد بالكاد ان السولفنت اللي موجود يغطي ايه البويد فوليوم او المسافات البينيه اللي ما بين الايه البارتكلز. لما اجي اعمل شير ستريس يا شباب او اعمل شيكينج او اعمل شير يبدا يحصل ايه في البارتكلز؟ يبدا ايه يبدا توسع المسافات البينيه بينها ايه توسع وكميه السولفنت عندي هي نفس كميه الايه السولفنت. فبالتالي كميه السولفنت دلوقتي بقت غير قادره ان هي تعمل ويتابيليتي او انها تبلل او انها تدوب كميه الايه يا شباب كميه السوليد الكتيره قوي دي. فبالتالي يبدا يحصل سوليديفيكيشن او الفيسكوستي بتاع الايه بتاع السيستم بتاع الايه الفيزيكا خلاص. تاني عندي هنا يا شباب يبقى كومباكت. كومباكت معناه ان البارتكلز قريبه جدا من ايه من بعضها. البويد فوليوم بيبقى ايه صغير بيبقى كميه السولفنت تبقى سفيشنت تبقى هنا كافيه خلاص. الفيسكوستي بتاعتك هنا بتبقى ايه قليله. طيب تعال اعمل بقى شيرنج هيحصل ايه؟ هتبدا الفويد فوليوم دي تكون ايه تكون كبيره خلاص ومبقاش بارد بقى يبقى اوبن سيستم. هيبقى اوبن ايه سيستم. الفويد فوليوم اللي عندي تبدا توسع وكميه السولفنت تبقى هي هياها ولكن هتبقى غير قادره انها تجيب كل الايه تجيب كل البارتكل تعملها ويتابيليتي. وبالتالي يا شباب تبدا تحصل ايه يبدا يحصل سوليديفيكيشن لان في بارتكل يعتبر بقت سوليد دلوقتي ما عادش معلاش ايه ليكويد خالص. فبالتالي يبدا يحصل ايه سوليديفيكيشن او ان الفيسكوستي بتاع السيستم اللي عندي ايه يزيد جدا. دكتور ها ازاي وهي متجمعه الفيسكوستي والمين؟ قلت لك يا دكتور انا عندي نسبه 50% خلاص. طيب هي مجمعه مش مجمعه اجريجيتد مش مجمعه اجريجيتد في فويد فوليوم ما بينها لانها قلت لك ديف لوكيليتد فكميه السولفنت قادره انها ايه تعمل ويتابيليتي لكل البارتكلز اللي موجوده ويتابيليتي تبلل او تحيطها يعني كل البارتكلز الايه اللي مش هقول لك تدوبها بس تحيطها من جميع الجوانب. الاسكوست بتبقى قليله. لما انا جيت عملت اكسبانشن للسيستم عن طريق الشيرنج اكسبانشن انا مديت البارتكلز دي عن بعضها حصل ايه؟ ان كميه السولفنت ما عادتش قادره انها اصلا تكفي الفويد فوليوم ده او المسافات البينيه بين الايه؟ بدات في جزيئات ما عليهاش اصلا مش مكفيه ايه؟ ما عليهاش كميه كافيه من السولفنت فبالتالي الوتابيلتي بتاعت البارتكلز دي قلت فبالتالي حصل ايه؟ بالتالي حصل سوليديفيكيشن للسيستم او الفيسكوستي بتاعك بدات ايه؟ بدات تزيد. تعالى شوف يا شباب الفيسكوستي قلت لك في النيوتونيان عندي هنا الايه؟ لا تتاثر طبعا بالشير ايه؟ بالشير ريت فبالتالي بيديني ستريت لاين. عندي في الشير ثيننج سيستم الاثنين قلت لك ان الفيسكوستي عندي تبدا يحصل ايه؟ بتقل طبعا مع الايه؟ مع الشير ريت. في الدايليتنت انت شايف الفيسكوستي بتاعتك بتبدا ايه؟ تزيد مع الوقت. ده معنى كده ان هو دايليتنت ايه؟ سيستم. هنا ال ان عندي اقل من واحد، هنا ال ان عندي بكام؟ هنا ال ان عندي بكام؟ طيب هنا ينفع اقول في ان ولا ما ينفعش؟ هنا ال ان بعد اليلد فاليو بتساوي واحد. عشان كده ما قلتش عليها لان بعتبره بعد اليلد فاليو اليلد فاليو بياخد نفس الايه؟ ياخد نفس النيوتنيان ايه؟ النيوتنيان ده. طيب ايه مشكله يا شباب الدايليتنت سيستم ده؟ لو عندي ماده فارماسيوتيكال برودكت او منتج دوائي موجود في السوق كان له خاصيه الدايليتنت فلو دي، ايه مشكلته عندي؟ انا لو بعمل ميكسنج يا شباب عندي بميكسر، الحاجات اللي بتعمل ميكسنج في المصانع بيسموها ميكسر، بيسموها ايه؟ ميكسر. وعندي ماده خلاص بسوليد بارتكلز معينه ومدوبها في سولفنت معين وبقيت اعمل شيرنج او اقلب الميكسر اللي موجود عندي ده. هيبدا يحصل ايه؟ مع سرعه الشيرنج يا شباب هيبدا يحصل سوليديفيكيشن، ممكن تكسر عندي حتى ممكن توصل انها تكسر عندي الايه؟ الشافت او ممكن تكسر الاله اللي هي بتقلب ذات نفسها.
فبالتالي لازم ايه؟ لازم اتحكم في سرعه الشيرنج الريت بتاعي، ولازم كمان اكون عارف البيهافير بتاعي ده يا شباب، بتاع الماده بتاعتك. فانت كصيدلي ده اللي فارق عنك وبين حاجه ثانيه في المصنع، انت تبقى فاهم ايه السيستم بتاعي ده. والله له دايليتنت سيستم من خلال المراجع، له دايليتنت ايه بيهافير، يبقى انا حاسب قوي في الشير ديت وانا بعمل له ايه ميكسنج، عشان ما يحصلش ايه، عشان ما يكسرش الشافت بتاع الميكسر ايه الميكسر بتاعي. خلاص. طيب تعال شوف عندي هنا شويه دايليتنت في الريستنج اللي هو في الحاله العاديه، وفي حاله الشير لما يحصل له شير الريستنج وانت كلوزد او باد ايه كلوزد باد بارتكل، يعني البارتكل قريبه جدا ايه بعضها، هنا هتبقى اوبن ايه اوبن باك، يبقى هتبقى توسع جدا. الفويد فوليوم عندي هنا بقى ايه قليل، ان الفويد فوليوم بيحصل له ايه يبدا يزيد نتيجه الشيرنج، ان البارتكل كلها بتبعد عن ايه عن بعضها. طيب الفيكل عندي هنا بيبقى سفيشنت ولا ان سفيشنت؟ يبقى كافي صح. هنا بيبقى عندي هنا ايه لان الفويد فوليوم عندي هنا بقى ايه بقى كبير جدا. ثالث حاجه عندي يا شباب ريلاتيف لو كونسستنس، يعني بيبقى عندي ايه تقريبا ريلاتيف، يعني ايه يعني مقارنه ببعد الشيرنج هتبقى ايه قليله. يبقى هنا عندي هنا قليله ريلاتيف، انما عندي هنا هتبقى ريلاتيف دي هاي ايه كونسستنس. الكونسستنس هنا بتساوي الفيسكوستي، يعني القوام بتاعه بيبقى متماسك. يعني ممكن اقول على الفيسكوستي ممكن تضرب في بعض الكلام كده كونسستنس او فيسكوستي عشان ما تلخبطش دي ايه يعني. عاوز انبه بس على نقطه بعد ما خلصنا الشير ريت سيننج سيستم دي، الشير ريت سيستم قصدي او الشير ريت ديبندنت اللي هو البلاستيك وسلو بلاستيك والايه والضيه، قلنا الثلاثه سيستم دول بيعتمدوا عليها يا شباب على الشير ريت. ليه قلت لك بيعتمدوا على الشير ريت؟ تعال عندي مثلا وليكن مثلا سيستم زي الايه السلو بلاستيك ده يا شباب، بدات ازود الشير ريت هيبدا عندي ايه الشير ستريس، بدا الشير بتاع ايه يزيد، والفيسكوستي بتاعتي بدات ايه الفيسكوستي بتاعتي بدات ايه. طيب فانا عندي قللت الشير جيت بتاعي او الحركه بتاعتي او لما جيت اعمل ميكسنج قللتها لنقطه معينه، المفروض الفيسكوستي ترجع تاني لحد نفس الايه نفس النقطه بالظبط. يعني انت كده بدات مثلا عند شير معين وشير ستريس معينه اديت لي فيسكوستي عند نقطه ايه معينه صح؟ ناس ركز معايا يا شباب، ضغطت بقوه معينه فاداني شيرنج، بدات اتحرك بقوه مع ايه؟ السيل ده اتحرك بايه؟ بسرعه معينه. الفيسكوستي بتاعتي قلت بايه؟ بمقدار معين. خلاص؟ كل ما انا بزود الفيسكوستي بتاعتي بايه؟ بتقل. طب لو جيت قللت تاني الشير يا شباب، قللت السرعه بتاعتي تاني. الفيسكوستي تبدا ايه؟ المفروض في السيستمز دي انها ترجع تاني لنفس المقدار بالظبط. ريفرسبل وبنفس الايه؟ بنفس المقدار. يبقى اذا اللاين لو هو راجع كده يبقى سوبر امبوز. عارف يعني ايه سوبر امبوز؟ يعني الخط يبقى متراكب على بعضه، يبقى نفس الخط وهو طالع، ولما قلل ينزل تاني يبقى هو ايه نازل. نفس الكلام الفيسكوستي لما بزود الشير ريت بيحصل لها ايه؟ بتقل صح كده. طب لو بدات ازود قلل الشير ريت تبدا المفروض ترجع تاني بنفس المقدار بالظبط، فبالتالي الاثنين لاين يبقوا ايه سوبر امبوز، يعني متطابقين تمام مع ايه مع بعض. تمام كده. عشان كده بقول لك ان هو ما بيعتمدش على ايه على الوقت، ان انا بعتمد على الشير ريت، ازود الفيسكوست ايه تزيد او تقل حسب السيستم، اقلل الفيسكوست ايه ترجع لايه لنفس الكلام تزيد او ايه او تقل. انما في الاثنين سيستم اللي هناخدهم دلوقتي يا شباب اللي هو 6 تروبي دي، انت ممكن مثلا ايه زودت عند سيستم معين. 6 تروبي دي يا شباب ما بتحصلش غير في الشير سيننج سيستم، يعني في بلاستيك وسودو ايه شير سيننج سيستمز اللي هي ايه بلاستيك وسودو ايه وسودو بلاستيك. 6 تروبي دي هقول لك دلوقتي معناها ايه. الاول اعرف ان هي ما بتحصلش غير في الشير ثيننج سيستم، يعني في البلاستيك وسيلو بلاستيك ايه؟ وسيلو بلاستيك سيستم يا شباب. انا دلوقتي جيت عملت شير ريت معين، حطيت الماده بتاعتي في ميكسر مثلا او في بان معينه، وبدات اقلبها بسرعه ايه؟ بسرعه معينه، بدات الفيسكوستي بتاعتي ايه؟ ها؟ تقل ولا تزيد؟ ايه؟ قلت لك ما بتحصلش تقل يا شباب، قلت لك ما بتحصلش غير في الشير ثيننج سيستم بس. خلاص يبقى الفيسكوستي بتاعتي بدات ايه؟ بدات تقل. تمام؟ طيب لو انا جيت بطلت الشير ريت او وقفته او قللته ترجع تاني بس مش بنفس المقدار، ترجع تاني بس مش بنفس الايه؟ المقدار. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الوقت اللي انا قعدته. انا قعدت مثلا قعدت اعمل لها شير 10 دقائق، ابص الاقيها تاخد وقت كبير قوي على ما ترجع لنفس المقدار بتاع الفيسكوستي. لو عملت 15 تاخد وقت اطول،
عملت 20 تاخد وقت اطول لحد ما ترجع تاني. باذن هي معتمده على الوقت بتاع الايه؟ بتاع الشير، مش على الريت شير بس. عشان كده بسميها تايم ديبندنت سيستم. انما البلاستيك والسودو بلاستيك المفروض بيرجعوا صور انبوز، عشان كده بسموهم ايه؟ بسموهم شير ديبندنت سيستم. الحته دي مهمه جدا يا شباب. طيب عشان كده يا شباب السكسوتروبي دي ليها تعريف مهم جدا، بقول ان هي حاجه اسمها ايزوثيرمال. ايزوثيرمال معناها ايه؟ ها؟ ها؟ درجة الحرارة مالها؟ تمام الله ينور. الايزوثيرمال دي معناها عند ثبات درجة الحرارة، عند درجة حرارة معينة أو ثابتة، بيحصل عند حاجة اسمها جيل سول جيل. جيل سول جيل ترانسفورميشن. يعني المادة عندي كانت في الأصل موجودة عندي بره اهيت، موجودة في صورة إيه؟ جيل. خلاص؟ بقيت أعمل لها شيرنج، حصل اللي حصل لها إيه؟ الاسكوست تقلب بقت إيه؟ بقت سوليوشن. سبتها تاني بعد ما خلصت شيرنج، حصل لها إيه؟ جيل. إذا ده جيل. مع الشيرنج حصل استراكشر بريك داون او تكسير في الايه؟ في الاستراكشر، بعد كده اتحولت لايه؟ لسوليوشن. سبتها يحصل استراكشر بيلد اب او بناء، يبدا تاني ترجع تاني لحالتها الاصليه اللي هي الايه؟ اللي هي الجيل. بس الاهم حاجه كلمه ايزو ايه يا شباب؟ ايزو ثيرمال، عند ثبات درجه الحراره. عشان كده بقول لك لازم تفرق ما بين تاثير الشير ريت والشير ستريس على الفلوبيتي والبسكوستي وبين تاثير الحراره. هنا هنثبت عامل عشان اشوف تاثير الحاجه الايه؟ الثانيه. بايو سيرمال جيل سول جيل ترانس ايه؟ ترانسفورميشن. خلاص؟ يقول لك كاركترايزد باي بريك داون اوف استراكشر. يا شباب انا عندي الاستراكشر معين فيه نت وورك معينه، عاملين نت وورك فعامل لي جيل او ما اشبه بيكون بالجيل، ببدا اكسره بالشير. لما اعمل شيرنج وتقريب ابدا يكسر السيستم ده، هيتحول عندي لايه؟ لسوليوشن. بعد كده اسيبه تاني او اقلل الشريت، يبدا يتحول عندي لايه؟ لجيل. ولكن يا شباب بياخد وقت حسب المده اللي انا عملت له فيها ايه؟ المدة اللي عملت له فيها شير. قلت لك المفروض في ان الشير ديبندنت سيستم ده لا يعتمد على الوقت، يعني مجرد ما ارجع للشير جيل بتاعي او بطل ترجع تاني لنفس درجه الايه؟ الفيسكوستي بتاعته بالظبط، اللي هي البلاستيك والسيلو بلاستيك والايه؟ عشان كده قلت لك اللاين يبقى طالع وهو راجع على نفس الايه؟ على نفس اللاين بالظبط. انما هنا لازم هيديني ايه؟ هيديني فجوه. الفجوه دي مقدارها حاجه اسمها الهستيريسيس لوب. هستيريسيس ايه؟ هستيريسيس لوب. تعال يعني نشوف الاول بس الميكانيزم يا شباب. قلت لك عندي هنا مالتي بوينت اوف كونتاكت، يعني عندي البارتكلز بتاعتي عامله كونتاكت مع بعضها بقوه معينه، هيبقى الكونسستنسي بتاعتها او الفيسكوسيتي بتاعتها ايه؟ عاليه، هتبقى في صوره ايه؟ جيل. طب تعالى لما اجي اعمل شيرنج خلاص، او اعمل شيرنج او تقليب بسرعه، يعني هيحصل ايه؟ الكونتاكت ده هيبدا ايه؟ هيبدا يقل. خلاص هيبدا يحصل لها ايه؟ تحول لصوره ايه؟ سوليوشن. تعالى اسيبها تاني، يحصل ايه؟ يحصل تاني ريكونتاكت بالبارتكلز بتاعتي بسبب البراونيان موشن. حد عارف ايه البراونيان موشن؟ البراونيان موفمنت او البراونيان موشن تبقى حركه يا شباب، حركه عشوائيه بيسموها ايراتيك موفمنت للبارتكلز اللي موجوده في السولفنت دي. فالبارتكلز اللي معاها قوه تخبط البارتكلز اللي ايه؟ اللي معاهاش قوه، بيحصل قوه تلاقي او تقابل او بيسموها كولوجن فورس او كولوجن ايه؟ كولوجن ما بين البارتكلز وبعضها، فبالتالي يبدا يرجع تاني تعمل قوه ترابط تاني، بيحصل ايه؟ بيحصل الجيل ايه؟ بيحصل الجيل ستيت. ده الميكانيزم بتاعتي. اهم حاجه تقول ما تقوليش جيل سول جيل بس، لازم ايزو سيرمال ايه؟ ايزو سيرمال، كلمه ايزو سيرمال. ايزو سيرمال جيل سول ايه؟ جيل ترانسفورميشن. ده الميكانيزم اللي بيقول لك يا شباب في حاله الريست عندي قلت لك بيبقى فيه ايه؟ في قوه ترابط ما بين الايه؟ بين البارتكلز بتاعتي، فبتعمل لي حاجه زي 3 دي شبكه كده ثلاثيه الابعاد. ابدا اعمل شيرنج اكسر الشبكه دي، يبدا يتحول المحلول عندي لايه؟ السوليوشن. جيت اوقف الشيرنج يحصل ايه؟ يحصل عندي تاني ان هو يتحول لايه؟ لجل تاني، بس بعد وقت ايه؟ بعد وقت معين. قلت لك ده بسبب البراونيان موشن او البراونيان موفمنت بتاع يا شباب. طيب السيستم ده بيسموه ايه؟ نوت انستنتينيوس او نوت اميديت، يعني ما بيرجعش تاني في نفس الايه؟ وده اللي بيفرق ماده سودو بلاستيك عاديه اللي هي شير ديبندنت، ويفرق ماده سودو بلاستيك اللي هي سكس تروبي افكت. خلاص؟ ان هي الثانيه دي ترجع صور انبوزد على الخط بالظبط او على اللاين بتاعها بالظبط، انما دي بتقعد وقت معين لحد ما يحصل استراكشر بيلد اب ايه؟ استراكشر بيلد اب تاني، او ان هي تتكون الشبكه بتاعت ايه؟ الشبكه بتاعت تاني. عشان كده يا شباب ايه؟ بنقول ان هي مش عمليه لحظيه ومجرد ما اوقف الشير ترجع تاني، لا. هي عمليه بتاخد ايه؟ وقت. عشان كده قلنا تايم ديبندنت سيستم او تايم ديبندنت ايه؟ تايم ديبندنت بيه. خلاص؟ ودي قلت لك الحركه العشوائيه بتاع الايه؟
بتاع السائل اللي هي المسؤوله ان يحصل كولوجن ما بين البارتكلز وبعضها، فبالتالي يبدا يحصل ستراكشر بيلد اب. ايه بيلد اب تاني ده برضو ستراكشر توضيحي تاني يا شباب، اللي هي البارتكلز كونتاكت او عامله شبكه عندي، هيبدا يحصل عندي ايه تكسير بالشيرين، بعد كده يبدا يحصل انا عندي براونيا موفمنت تعمل لي الجيل بتاع تاني اللي بسميه ايزوثيرمال جيل سول ايه جيل ترانسفورميشن. ده الشكل يا شباب بتاعه اللي بتحصل في الشيفرنج سيستم، بس اللي هي بتحصل فيه البلاستيك او البنجامز بادي، وبتبدا تحصل فين سيتو بلاستيك. انت خدت هناك اللاينز ده بس صح كده، وخدت هناك برضو اللاين ده ايه اللاين ده بس. طيب لما يجي يوقف الشير او يقلله يبدا يديني ايه يديني شيفت للكيرف بتاعي ايه ناحيه الشمال. لما يبدا شيفت للكيرف بتاعي ناحيه الايه يا شباب ناحيه الشمال، معنى كده ان انا كل ما اقلل الشير ديت الفيسكوسيتي بتاعتي ايه بتقل، بس مش بنفس المقدار. عشان ترجع لنفس المقدار الاول خالص تحتاج مقدار من الايه من الوقت، عشان كده بسميها تايم ديبندنت. ايه يا شباب تايم ديبندنت سيستم ده. خلي بالك لو تلاحظ عندي في نقطه هنا او ملاحظه، ان انا عندك في السودو بلاستيك ده يا شباب اللاين الثاني اللي هو نازل ده هتلاقيه ستريت لاين خلاص، انما اللاين بتاع الايه بتاع السودو بلاستيك ده هتلاقيه هتلاقيه كيرفت شويه. لو حد الناس بتشغل عمل او في الاجهزه ايه معظم الحاجه تبقى كده يعني، ده تبقى اللاين الثاني ده. طب في السودو بلاستيك او البلاستيك العاديين يا شباب هتلاقي اللاين الثاني ده ايه صور امبوزد عليه بالظبط، يبقى ملوش سكس تروبيك افكت خلاص، يعني الثاني مش محتاج وقت عشان يرجع لحالته الاصليه، انما ده محتاج ايه وقت. عشان كده حصل شيفتنج ناحيه الشمال، معنى كده ان اي نقطه على اللاين الثاني ده عند نفس الشير ريت الفيسكوسيتي بتاعتها هتبقى ايه اقل من الايه من الاب وورد كيرف. انا طالع عند الاب وورد كيرف بكسر لسه، فبالتالي عندي ايه الفيسكوسيتي هنا هتلاقيها عند نفس النقطه هنا الفيسكوسيتي بتاعت ايه اقل. ليه؟ لانه محتاج وقت اطول عشان يقدر يوصل لنفس الفيسكوسيتي بتاعت الايه عند ثبات الشير ريت خلاص. لو عندي شير ريت 20 كانت الفيسكوسيتي 15، لما اجي ارجع تاني باللاين انا زودت او رجعت تاني عند 20 مش هلاقيها 15، هلاقيها 10 12، لانها محتاجه كميه وقت. عشان كده عمليه الايه الجاب او الفجوه دي، الفجوه دي بسميها الهستيريز. ايه يا شباب الهستيريز دي، كل ما تكبر الجاب دي معنى كده ان الاستراكشر بريك داون عندي كان كبير ومحتاجه وقت اطول عشان ايه عشان ترجع للحاله الاصليه بتاعت الماده بتاعتك. الناس بس يا شباب في لما تيجي تذاكر تبقى السطر الاخير بتاع النيوتونيان ده، هو مش النيوتونيان بس اللي بيبقى سوبر امبوز، النيوتونيان والنان نيوتونيان اللي هو تايم اللي هو الشير ديبندنت، الخط بتاعك هيبقى ايه سوبر امبوز. باي حاجه سوبر امبوز مايش تايم ديبندنت ايه مايش تايم ديبندنت شير سيستم. ده مثال توضيحي يا شباب. عندك مثلا كان عندي شير ريت مثلا 50 فيسكوستي 500 خلاص، طيب عند 100 بقت 425، لما يجي يرجع تاني لازم تدي له نفس القيمه بالظبط اللي هي كام؟ 425 خلاص؟ طيب انا عندي هنا مثلا السيستم بتاعي هو بدات ازود الشير السكوست بتقل 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 خلاص؟ لحد ما وصلت لسيدي ستيت، جيت تاني اعمل ايه؟ اقلل الشير تبدا البسكوست ايه؟ تزيد تزيد تزيد، عمليه لي جاب بيبقى معنى كده ان هي ليها ايه؟ جاب ده بسميه السيريس سلوب، معنى كده ان هي ليها ايه يا شباب؟ سيكسيتروبيك افكت خلاص. سيكسيتروبيك ايه سيكسيتروبيك افكت، هلاقي قيمه الفيسكوستي عندي هنا ايه مش نفس القيمه بالظبط، يعني مثلا هنا كانت 200 هلاقي هنا 175 خلاص. عشان ترجع نفس القيمه بتاخد وقت كبير جدا يا شباب، هنا كانت 425 هلاقيها مثلا يعني هلاقيها 400 خلاص، يعني ما بتدينيش نفس القيم ايه بالظبط، لانها كده قلت انها بتعتمد على ايه يا شباب على الوقت. هو فاضل بس كام سلايد يا شباب؟ هو يا شباب الحاجه متعلقه ببعضها، معلش. ازاي نحسب يا شباب الايه 6 تروبيك افكت؟ ازاي نحسب ال 6 ايه؟ 6 تروبيك، زي ما انا قلت لك انا في نفس الكلام قلت لك ان انا عندي ايه؟ لا كل ما يكبر الجاب كل ما تيجي كل ما الاستراكشر بيك داون يكون عندي ايه؟ كل ما الجاب يكبر او السيريس دوب يكبر معناه ايه؟ ناخد وقت اول، معنى كده الاستراكشر بيك داون كان ايه؟ كان كبير، معناها ان انا قعدت في الشير ايه؟ وقت اطول، يعني كده ان انا محتاجه وقت ايه؟ وقت كبير. هاجي عندي هنا يا شباب هيشتغل ايه؟ هيشتغل سودو بلاستيك عادي، هيشتغل بلاستيك اللي هي البنجامز بودي دي عادي خالص، لحد ما يوصل شير ريت ايه؟ معين، ويبطل. هيبدا يحصل شيفتنج ناحيه الايه؟ الشمال زي ما قلت لك، معنى كده ان الفيسكوستي هتبدا ايه؟
هتبدا تزيد مع الايه يا شباب؟ مع الوقت، بس مش ايه، مش متطابقين مع الوقت، مش هتدين نفس القيم الاولانيه. طيب تعالى، انت وصلت الشير ديت عند النقطه بي، خلاص، وثبت الخلاط بتاعك او الميكسر بتاعك او اي حاجه لمده وقت معين وليكن تي واحد. بعد كده بدات تقلل الشير ديت بتاعي. ايه الشير ديت بتاعي كام؟ هبص الاقي ان السيريز لوب بتاعت ايه، هتعمل لي اللاين A B C E، عملت لي كل ده. طب تعالى بقى، انا زودت المده ما خليتهاش تي واحد بس، خليتها تي اتنين كلها، يبقى السيستم بتاعي A B D E. معنى كده ان السيريز لوب بتاعتي ايه يا شباب؟ زادت. معنى كده ان السيريز لوب بتاعتي ايه؟ كل ما زاد مثبت التايم انا هنا. يبقى اول طريقه في قياس الاستراكشر بريك داون او سياسه السيكشن تروبي دي، انا اثبت الوقت بتاعي. كل لما تبقى التايم بتاعي فتره طويله، معنى كده ان الايه؟ السيريز لوب بتاعتي ايه؟ بيزيد. طيب قلت لك ان الاسلوب بتاع البلاستيك ده كان بيساوي ايه يا شباب؟ واحد على الموبيل، اللي هو بيساوي واحد على ايه؟ واحد على البلاستيك اسكوستي، صح؟ ده اللاين ده اللي هو السي اي، الاسلوب بتاعه واحد على يو، والاسلوب بتاع الدي اي الاسلوب بتاعه واحد على يو ايه؟ واحد على يو 2، خلاص؟ وبحسب من هنا يا شباب حاجه اسمها 6 تروبيك ايه؟ 6 تروبيك افكت، اللي هي الايكويشن اللي عاوزك تبقى فاهمها بس وخلاص، اللي بتساوي يو 1 ماينس يو 2 على لين 2 على تي 1. حطيت 2 فوق الاول ليه؟ ها؟ ده بس ثانوية علمي. لين عشان بس عشان تي 2 اطول يا شباب. عشان وقت اطول هنا في التي ايه؟ في التي 2. خلاص؟ يبقى دي بسميها الاستراكشر بريك داون، بتقسم الاستراكشر ايه؟ بريك داون، او الريت اوف بريك داون ويز تايم ات كونستنت ريت اوف ايه؟ اوف شير. انا جيت هنا وثبت الشير ايه؟ ريت، وغيرت في الوقت بتاعي بس. لما قعدت مدة معينة اداني ايه؟ سيريس لوب معين، لما قعدت مدة أطول ادتني سيريس لوب ايه؟ أكبر. بقى بحسب الايه؟ بحسب الاستراكشر بريك داون الايكويشن دي، اللي هي بلاستيك فيسكوستي 1 بتاعت الاسلوب الأولاني ده، على ناقص بلاستيك فيسكوستي 2 بتاع الاسلوب الثاني، وأقسم على لين التي 2 ماينس تي ايه؟ تي 1. الطريقة الثانية يا شباب، إن هو هنا بيزود الشير جيت بقى، بيثبت في الطاير، بيزود الشير ايه؟ بيزود الشير جيت. هيجي يزود الشير ريت لحد ما يوصل عند نقطه هنا، وبعد كده يبدا ايه؟ يقلل الشير ريت بتاعه تاني، يحصل شيفتنج للايه؟ شيفتنج للاين ناحيه الايه يا شباب؟ الشمال. اداني سيريس لوب ده، خلاص؟ وبقول ان الاسلوب بتاعه واحد على يو واحد. طب تعالى بقى انت هنا زود الشير ريت، خلاص؟ وابدا قلل تاني، هيديني السيريس لوب ايه؟ اللاين بتاعه الاسلوب بتاعه واحد على يو ايه؟ 2. يبقى هناك انا كنت مثبت الايه؟ التايم، مثبت الشير ايه؟ مثبت الشير ريت، خلاص؟ وبدات اغير فين؟ في التايم بتاعي بس. انما هنا بزود فين يا شباب؟ بغير في الشير ريت. عشان كده المعادله بتاعتها هتتغير، اقول ان يو 1 ماينس يو 2 على لان الفي 2 ماينس الايه؟ الفي 1. حطيت الفي 2 لان هنا الشير ريت بتاعي هنا ايه؟ اعلى من الشير ريت بتاع الفي ايه يا شباب؟ من الشير ريت بتاع الفي 1. دول الطريقتين الاثنين يا شباب اللي بيقدروا يحسبوا بيهم الايه؟ الاستراكشر. في 2 الشير ريت بتاعي هنا اعلى يا دكتور. في 2 هنا عشان كنت مزود الشير ريت، جيت هنا عند الشير ريت مثلا لكم 50، خليته هنا 100. فهي عشان كده حطيتها فوق بس، اللي هي القيمه الاكبر يعني. طيب لو 6 ترو بيحصل شيفت لللاين لمة الشمال، لو انت 6 ترو بيحصل شيفت لللاين ناحية ايه؟ معنى كده ان السيستم بيحصل له ايه؟ كانت 6 ترو شيفتنج ايه؟ ها؟ شباب ناس نام 6 تروبي كام؟ لما بيحصل شيفت ناحيه الشمال معنى كده ان هو شيفت سيلينج ايه؟ مش كان بيحصل قلنا في البلاستيك في البلاستيك؟ اه تمام. طب لو حصل شيفت لمه الشمال معنى كده ان هو ايه؟ مش لازم ضيقت انت بقى بسميها انت 6 تروبي. لا مش ضيقت، هقول لك دلوقتي الفرق بين ضيقت انت و 6 تروبي، خلاص؟ يبقى لو حصل شيفت لمه الشمال معنى كده، سيبك من نوع السيستم، معنى كده ان بيحصل ايه في الفيسكوستي؟ بتزيد مع ايه؟ مع الشير ريت. واقول لك دلوقتي مش كان ضليت انتظار بيحصل زياده في الفيسكوستي مع الشير ريت، واقول لك ايه الفرق ما بين الاثنين سيستم دول دلوقتي. مثال مشهور قوي يا شباب، حاجه اسمها المغنيسيا ماجنت. المغنيسيا ايه؟ ماجنت. جه عمل لها شيرنج او تقليب او خلط يعني لمده اقل من 30 ثانيه، ادت له 6 تروب العاديه خالص. ادت له 6 تروب الايه؟ العاديه خالص. جه عمل شيرنج اكبر من 30 ثانيه، بدا الكيرف بتاعه يقلب لما الثانيه، ده حاجه اسمها الانتي 6 ايه يا شباب؟ الانتي 6 تروبي.
خلاص يبقى الانتي سيكسوتروبي يا شباب بتحصل هنا بقى. بص خلي بالك بيحصل في الفلوكوليتد ايه؟ في الفلوكوليتد سيستم. كان في الدايليتنت بيحصل فين؟ دي فلوكوليتد سيستم. خلاص؟ طيب هناك كان السيستم عندي لازم يكون كميه السوليد كونسنتريشن بتاع السوليد كام في الميه؟ على من 50. هنا كام؟ من 1 ل 10 فين؟ من 1 ل 10% يا شباب. ده خلي بالك فرق ما بين الدايليتنت وما بين الايه؟ وما بين الفلوكوليتد. طيب في حته ثانيه ده يا شباب الميكانيزم بتاعي بيقول لي عندي بيبقى فيه بعض الفيوكولز. خلاص في بعض السيستم بيبقى فيه بعض الفيوكولز وبعض الثاني بيبقى الايه بيبقى الثاني بيبقى البارتكلز ايه لوحدها. اما اجي اعمل عندي شيرنج يبدا يحصل كولوجن. الايه اللي مسؤول عن ان 6 تروبي؟ الكولوجن ما بين البارتكلز. اول ما يحصل تصادم يبدا البارتكلز دي يحصل ايه قوه ربط ما بينهم. فبالتالي كل السيستم ما عادش بقى جزء فلوكوليتد وجزء نون فلوكوليتد. يبقى كده كل السيستم بقى ايه فلوكولز. هتحول هنا من صول لجل وبعد كده مع الوقت يرجع تاني يسميه ايه صول. يبقى ده عكس السيستم الثاني. السيستم الثاني كان ايزو سيرمال ايه جل صول جل. السيستم ده هيبقى ايزو سيرمال ايه صول جل ايه صول جل صول. ده عكسه ايه عكسه تماما. هناك انا عندي شبكه 3 جي بكسرها واعمل ستراكشر بريك داون وبعد كده يرجع تاني يرجع لبيلد اب الايه التاني. عندي هنا كان سول اصلا هو سوليوشن في العادي عملت له شيرنج حصل كلوجن ما بين البارتكلز والبارتكل عمل فورس بينها وبين بعضها زي الفاندر فالد او الهيدروجين بوند. وبعد كده مع الوقت اثناء الريستنج رجع تاني الايه للسيستم. طيب في نقطه مهمه يا شباب حاجه اسمها الايكوليبريم ستيت. ايكوليبريم ايه؟ ايكوليبريم ستيت يعني في الحاله الطبيعيه ده يكون سول ولا جيل؟ تمام. طب في الان 6 تروبي في 6 تروبي جيل. تمام الله ينور. طب في الدايليتنت الحاله العاديه الحاله العاديه جل ولا بعمل له شيرنج يبقى جل؟ بعمل له شيرنج يبقى ايه؟ يبقى جل. الحاله العاديه اللي هي ما فيش اي تاثير منك عليها بشير ستريس او شير جل دي اسمها الايكوليبريم ايه؟ الايكوليبريم ستيت. هو ده يا شيخ ده يا دكتور سولر يبقى ده الحاله الاولانيه بتاعته اللي هو الحاله الطبيعيه بتاعت الماده بتاعت سولر. يبقى ده الايكوليبريم ستيت ايه؟ بتاعه. يبقى عندي ده الايكوليبريم ستيت بتاع شغل خلاص في الان 6 تروبي. انما في ال 6 تروبي الماده كده وهي موجوده من غير اي شيرنج يبقى ايه؟ يبقى الايكوليبريم ستيت بتاعتها ايه؟ جيل. ده الميكانيزم بتاعه يا شباب. انا عندي عالم ماده سودو بلاستيك اهي خلاص يبدا يحصل شيفتنج لللاين بتاعي فين يا شباب بقى؟ ده راجع ناحيه اليمين. معنى كده ان الديسكوست بتاعتي بدات ايه؟ بدات تزيد. وهم جم على المغنيسيوم ماجما دي يا شباب بداوا يعملوا ايه؟ بداوا يعملوا انكريز وديكريزنج يعني عملوا سايكل كده يزود الشير ريت وبعد كده يقللوا يزود الشير ريت وبعد كده ايه؟ يقللوا. لان الفيسكوست عندي بتزيد يعني كل ما اعمل سايكلنج دي الفيسكوست بتاعتي هنا زادت قوي في اول سايكل بعد كده الفيسكوست بدات تزيد اكتر بس بنسبه اقل. بعد كده البسكوست بدات تزيد اكتر كل ما انا متجه لما اليمين كده معناه ايه البسكوست بتزيد تزيد اكتر بس بنسبه اقل. بدا البسكوست في الاخر بقت ايه ثبتت عند ايه عند حاجه معينه اللي هو الخط بتاعي بقى سوبر امبوزد على ايه على بعض. خلاص يا شباب يبقى انكريزنج عندي هنا الريتش اكوليبريم ستيت ان ويتش فيرث سايكلينج اوف انكريزنج اور ديكريزنج الشير ريت نو لونجر انكريزنج كونسستنس. خلاص ما عادش فيه زياده فين؟ في الفيسكوستي او في الكونسستنس بتاع الايه؟ بتاع الفلويد بتاعي. ايه؟ تفضل فيها على طول؟ لا ريفرسبل برضه. ترجع تاني. ترجع ايه؟ ترجع تاني معاك. اخر حاجه يا شباب اللي هي الريوبيكسي. الريوبيكسي دي برضه حاله نادره جدا. يعني نادر ان هم يلاقوها اصلا. الماده بتبقى اصلا يا شباب هي لها تندنسي ان هي تعمل ايه؟ انها تعمل جيل. يعني المادة مع الوقت في الاسيد ستيت بتاعتها بتكون روابط، يعني هي عاوز توصل في الاسيد ستيت بتاعتها ايه؟ جيل. لو جيت عملت لها شيرنج بس جنتل شيرنج يعني شيرنج بسيط تبدا اسرع من عملية الجيلنج بتاعها. تعالى. تعالى انت وزميلك. تعالى حتى اسميكم كارناك وما تحضرش العمل النهارده. تعالى. لو جيت عملت جنتل شيكنج يا شباب يبقى المادة دي ايه؟ الماده دي بتسرع من عمليه الايه؟ البيلد اب او ان هي تبقى جيلي. خلاص طب لو جيت عكست اسم كده
لو وراك حاجة كملها، ما وراكش حاجة ما تقدرش تعمل منها. انا هروح جزيرة بقى في المحاضرة وتتها. انت كده بتحترمش حد. اول مرة والله. اقعد اتفضل اتفضل. يبقى اليوريكس دي يا شباب قلنا ان هي ايه؟ فينومينا او حالة نادرة شوية بيحصل فيها ايه؟ بيبقى المادة اصلا ليها تندنس ان هي تعمل ايه؟ ان هي تعمل جيلي. خلاص؟ فمع الوقت يا شباب مع الوقت كده كده في النهايه هتوصل لمرحله السي دي سي بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي هي جيل. عاوز اسرع انها توصل للجيل او السي دي سي بتاعتها بسرعه، اعملها جنتل شيكنج او جنتل شيرنج. خلاص؟ طب لو عملت شيرنج قوي هيحصل ايه؟ هتقلب معاها، هيبدا يحصل لها ايه؟ تيننج تاني، تبدا ايه؟ تبدا تقلب. يبقى على حسب الشيرنج هنا يا شباب، حسب الايه؟ الشيرنج. لو كان جنتل شيكنج او جنتل شيرنج تبدا الماده بتاعتها يحصل لها ايه؟ بعمل فاستنج لعمليه الجيلنج بتاعتي. لو عملت شيكنج او شيرنج قوي ببدا اكسر الاستراكشر ايه؟ الاستراكشر بريك داون بتاعتي. عشان كده الجيل بقول الجيل بتاعي هنا هو الاكوليبريم ايه؟ الاكوليبريم ستيت. الجيل هو الاكوليبريم ايه؟ انت ممكن تحس ان في تشابه شويه ما بين ايه؟ ما بينها وبين الدايليتنج. دلوقتي برضه انت كل لما بتزود الشير كان بيحصل ايه؟ كنت بتعمل ايه؟ بيحصل ايه يا شباب؟ الماده بتاعتي بيحصل لها جيل صح كده؟ او الفسكوستي بتاعتها بتزيد. هي الفسكوستي بتزيد بس مع الايه؟ مع الجنتل شيكنج بس. مع الجنتل شيكنج او جنتل ايه؟ شيل. تاني حاجه عندي من الكوليبريم ستيت هنا ايه؟ جيل. انما قلت لك في الدايلات انت ايه؟ سولد. تمام؟ خلي بالك دي فروقات ما بين الايه؟ ما بين الحاجه والتانيه. السطرين؟ بص يا دكتور الصول عندي او المحلول بيكون ايه؟ جيل. امتى؟ وين جيلتين جنتل شيكنج وين جيلتين ايه؟ شيكنج او شيرنج يعني. خلاص؟ بتكون مع اسرع بتكون جيل عندي اسرع من ان انا اسيبها لوحدها كده. يعني لو جبت الماده دي وسبتها بعد مده معينه كل ماده طبعا بتختلف من الثانيه. هتكون جيل بس السي بتاعتها كده كده هتكون جيل. انا عاوز اسرع من وصولها لسي السي بتاعتها اعمل ايه؟ بعمل لها جنتل شيرنج. خلاص طب لو عملت فورس فرصه قويه جدا او شيرنج قوي جدا تبدا تعكس وتحولها لايه؟ تحولها لتيننج سيستم تبدا الفسكوس بتاعتها تقل مش تزيد. خلاص؟ تمام. زي ايه يا شباب الاول صام ليوبريكنت بعض الليوبريكنت اللي هو ايه؟ اللي هو ان انا لاقى السيري. قلت لك ازاي تفرق بين الدايليتنت واليوبيكسي؟ ما همش نفس السيستم. قلت لك الدايليتنت كان فرق مهم جدا ان ده تايم ديبندنت يا شباب انما الثانيه كانت ايه؟ شير ديبندنت. خلاص؟ ده هو عندك جيل مقارنه هتلاقي السكس تروبي عندك اللي هي جيل ايه؟ بريك داون يعني بدات تتحول لسول يبقى جيل سول ايه؟ فور ريكفري بدات تتحول لجيل تاني. خلاص؟ الريوبيكسي كان جيل. خلاص؟ طيب هتسرع منه ازاي؟ لو هكسره ازاي بريك داون لو انا عملت له مودريت او هاي شير. طب اسرع ازاي؟ لو عملت له جنتل ايه؟ جنتل شير. خلاص؟ طب لو انا كسرته يبدا يحصل برضه ايه؟ ريكفري ايه؟ ريكفري تاني. خلاص في والله بعض الحاجات يا شباب ليها بارشال سيكسوتروبي يعني زي الزبادي كده هي اصلا بتبقى عامله زي الجل كده صح؟ اه تيجي انت تعمل لها شيرنج بالمعلقه او حاجه حتى انها فيسكوس بس هل هترجع للسكوس بتاعتها الاولانيه؟ دي اسمها بارشال سيكسو ايه؟ بارشال سيكسوتروبي ما بترجعش للحاله الاولانيه اللي كانت ايه؟ اي نعم السكوس بتاعتها بتقل ولكن ما بترجعش للحاله الايه؟ للحاله الاولانيه. دي بعض المقارنات طبعا انا عشان تسهيلا عليك على اللي احنا خدناه. هنخلي دي يا شباب مع المحاضره الجايه ان شاء الله اللي هي السيكسوتوميك فورميليشن. هو كان فاضل بس اثنين سلايد يعني دي ودي خلاص كده. اقول لك بس القصه المحاضره الاثنين سلايد دول تستفيد ايه من الريوبيكس دي يا شباب؟ انت كصيدلي في الصيدليه تستفيد ايه من الريوبيكس او اثناء التصنيع يعني؟ انت عندك سسبنشن دلوقتي يا شباب. سسبنشن خلاص؟ ميزه ان هو يبقى له سيكسوتوميك افكت دي يا شباب ان هو يبقى في الحاله الاصليه جيل. معنى كده ان هو يبقى جيل يعني ايه؟ يعني البارتكلز بتاعتك هتبقى تنزل بسهوله ولا هتبقى بصعوبه جدا؟ هتبقى بصعوبه انها تترسب كلها تحت، فبالتالي هتبقى سسبندد فين؟ في المحلول ايه؟ في المحلول بتاعي كله، خلاص؟ طيب لما اجي اعمل شيكنج بقى عشان اخد الدوز هيتحول لايه؟ السسبنشن هيتحول لايه؟ لسول، هيبقى سوليوشن، وبالتالي اقدر اصبه منين؟ من البودلز بتاعتي، طب لما اجي اسيبه تاني هيتحول لجيل تاني واحافظ له على البارتكلز بتاعتي سسبندد فين؟ في المحلول بتاعه. دي وظيفه الفايده ان ناخد 6 تروبي في الفورميليشن بتاعه. طيب تعال على حاجه ثانيه في ناس تعرفها كويس
دول بنسلين طول مفعول يا شباب فاهم. بنسلين طول مفعول انت بعد ما تحله بالميه بتحول ليه على طول؟ مش حد يعرفه خالص، تحول لجيل يا شباب. بص ايه بدا السبيس بتاعك تزيد بسرعه جدا وبقى ايه بقى جيل. لو انت ما عادش تعمل شيكنج فتره هتبص ايه يتجمد معاك وبقى ايه وبقى جيل. هو في الحاله الاولانيه يعتبر عاوز يوصل لمرحله السي سي بتاعته اللي هي ايه اللي هي جيل تمام. فانا بربه احوله لايه حوله صوله، وبعد كده اسحب السرنجه اللي هي سرنجابيليتي يا شباب. سرنجابيليتي دي معناها ايه؟ معناها مقدار ان انا اقدر اسحب السرنجه ما بقاش جل مش هقدر اسحبه. طيب لما هو اتحول من جل لصوله عن طريق الشيكنج اللي هو قلت لك عملت له شيرنج بجح انه انا ديبوت في العضله هيتحول لايه في العضله؟ الشير هيزيد ولا هيقل؟ هيقل طبعا، يبقى هيتحول جوه العضله لايه؟ لجل. معنى كده اتحول لجل معنى كده ان مقدار الكميه الممتصه منه في الدم هتبقى كميه ايه؟ بسيطة كل فترة، معنى كده ان هو ممكن يكفيني ايه؟ اسبوعين او شهر حسب الايه؟ حسب الفورميشن اللي موجود يعني. خلاص؟ دي ان شاء الله برضه هنعملها تاني في المحاضرة الجاية. المحاضرة الجاية ان شاء الله هناخد الأجهزة بقى ازاي نقيس الايه؟ الديسكوسي دي في المعمل. خلاص دي كانت مقدمة بس عن مش مقدمة هي أنواع الريولوجي. المحاضرة التانية تبقى أسهل إن شاء الله. دي الأجهزة والكوشنز بتاعتها. الأسئلة تجي عليها ازاي؟ ايه؟ الأسئلة. ايه ده؟ الاسئله الاسئله هتيجي ازاي؟ زي ما انا اتكلمت في المحاضره في حاجات مش في الداتا انا قلتها. ماشي؟ الناس يا شباب معاها الكتاب ولا هتعمل ايه؟ عشان العملي.